مصطفى صادق الرفعي اللي قال عنه الزعيم مصطفى كامل: سيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس هو الحكمة العالية مصوغة في أجمل قالب من البيان. الرفعي قال في كتاب وحي القلم: والدين حرية القيد لا حرية الحرية، فبعد أن تقيد رذائلك وضراوتك وشرك وحيوانيتك أنت من بعد هذا حر ما وسعتك الأرض والسماء والفكر، لأنك بعد هذا مكمل للإنسانية مستقيم على طريقتها. ولكن هب أن حمارا تفلسف وأراد أن يكون حرا بعقله الحماري، أي تقرير المذهب الفلسفي الحماري في الأدب، فهذا إنما يبتغي إطلاق حريته، أي تسليط حماريته الكاملة على كل ما يتصل به من الوجود. بدون زعل هستشهد بالزعيم مصطفى كامل اللي قال عن الرافعي زي ما قلت: سيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس هو الحكمة العالية مصوغة في أجمل قالب من البيان. إذن هو بيقول لنا حكمة عالية، إن تحت مسميات فلسفية عن الحرية بيخلقوا فلسفات حمارية وبيسلطوا حماريتهم، أي حموريتهم، على كل من يتصل بهم. كلامي مبني على كلام الرفعي اللي مات سنة 1937 وكان بيتكلم عن المذهب الفلسفي الحميري أياميها. أمال لو كان عايش النهاردة كان قال إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ناس كتير شايفة ان البداية لازم تكون عن مشكلة نقابة الصحفيين مع الدولة، وده الاسم الصحيح للمشكلة مش مع الداخلية، وده الاسم اللي بيتروج له، خصوصا ان المشكلة ظهرت يوم الحد، يعني ده اول ظهور لينا على الهواء من ساعة بداية المشكلة وابتدت تتصاعد. قصة الكش ملك اللي شغالة في كل مكان، وحالة الاستقطاب اللي كنت كتبت عنها مقال بعنوان دبوس فاكر نفسه مغناطيس، بتكلم عن واحد فاكر نفسه قطب مغناطيسي يقدر يجذب الناس ليه، لكن هو في الواقع مجرد دبوس بيتشد لأقرب مغناطيس، وهو الوحيد اللي شايف نفسه قدرة انه يبقى قطب فبيستقطب. عموما مش هو ده الموضوع اللي عايز ارجع لكم بيه مع بداية حلقتنا في الويك اند، لكن عايز ارجع مع الفرافرة وافتتاح موسم جني القمح في المرحلة الاولى من استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان. عايز ابتدي مش من عند المشروع نفسه ولا الخطوات اللي قطعها ولا رد المشروع ده على المشككين فيه، لكن عايز ابتدي عند الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته، وادخل جوه الكلمة وقف عند لفظ ما بخافش، لانه في حوالي 35 دقيقة الرئيس قال ما بخافش 9 مرات. في اولها كانت عند حواره مع مواطنين كانوا راكبين اتوبيس هيئة نقل عام في اسكندرية وقالوا له احنا معاك ما تخافش، فاختار يرد عليهم من على ارض مشروع 1.5 مليون فدان. قال اللي يقف يوم 3/7 ما بيخافش، واللي يقف في نوفمبر 2012 ايام مرسي ويدعو لحوار مع النظام في الوقت ده ما بيخافش، واللي يقف في الكلية الحربية ما بيخافش، واللي يدي مهلة 7 أيام ما بيخافش، واللي يدي مهلة 48 ساعة ما بيخافش. وقال أنا خدت 2000 قرار في 2.5 سنين، واللي ياخد القرار ما بيخافش، اللي ياخد القرار ما بيخافش. خلي بالكم الرئيس قال للمصريين ما تخافوش أبدا، انتوا اللي ما تخافوش، ولازم نبقى دايما مع بعض كلنا، وللي بيقولوا احنا خايفين وما تخافش، لا انت اللي ما تخافش. الرئيس بيقول لو انا بخاف ولو خفت ولا حاجة
كانت تتعمل لا دلوقتي ولا بعد 10 سنين، ولا يمكن ابدا اننا نسمح ان يبقى في اختلاف بيننا، ومتهيألي الرساله هنا واضحه. قال لنا وانتوا كمان ما تسمحوش بالاختلاف ابدا، مصر مش هتبقى قويه بيا لكن بينا كلنا. من لحظه الاحتفال والرسائل من المشاهدين اللي بيتابعوا القاهره 360 بشكل مستمر عماله بتجيني على مواقع التواصل اللي احنا فيها، سواء كانت فيسبوك او بتويتر. طبعا عايز اقول ان في ناس كتير قوي 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 زعلانه جدا ان احنا النهارده مستضيفين مجلس النقابه. طب بالراحه اتفرجوا وتدوستوا او زعلوا وقولوا رايكم، بدل ما يبقى الموضوع شتيمه 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 شتيمه، احنا ما عملناش الحلقه لسه. المهم الناس اللي بعتين لي بيكلموني عن خطاب الرئيس، بيقولوا احنا النهارده كلنا طاقه ايجابيه من الصبح، فاوعى تعمل زي الناس التانية وتحولها لطاقة سلبية. بالتأكيد مش هعمل كده، وانتوا عارفين ده كويس. انا مش من الناس اللي عايزة اليأس ياكلنا ويموتنا كمدا. العادي بتاعي اني بدور على حاجة كل يوم تدينا امل، والنهاردة ما كنتش محتاج ادور لانها كانت موجودة وواضحة قدامنا. المانجا ما بقتش ب3 جنيه، ولا الصوامع بقت محتاجة قمح، ولا القمح محتاج صوامع، بس بقت الارض محتاجه رجاله ومحتاجه ناس جنب الناس اللي بتزرع. والمشهد اللي الناس ممكن تشوفه مجرد انه مشهد رمزي، في رايي انه تعدى الرمزيه ووصل لمرحله التنفيذ على الارض. تاني هقول حصاد القمح النهارده مش هو اللي هيخلينا نبطل نستورد قمح، بس يخلينا نقول لو عايزين يبقى ممكن نعمل. اتمنى من الناس اللي على مدى 15 سنة بيتكلموا عن زراعة القمح والاكتفاء الذاتي من القمح، اللي ما اعتقدش ان هو اقتصاديا احسن حاجة، لكن المهم ان جزء كبير منه ممكن يبقى من انتاجنا، ودي خطوة كبيرة لقدام. الناس اللي كانت بتطالب دي اتمنى ان انا اسمع صوتها عالي قوي دلوقتي، لان المسألة مش مطالب، ولما اول خطوة فيها تتحقق ما نسمعش منهم كلمة تشجيع للي اشتغلوا. اللي قدامنا النهاردة هيحقق حاجة لو مشيت بنفس الوتيرة وأسرع كمان، هتبقى حاجة كويسة قوي. لكن لو وقفنا لحظة هنخسر السباق ونخسر المجهود اللي اتبذل، لأن احنا دايما نفسنا قصير. عايز أرجع للخوف اللي اتكلم عنه الرئيس، ودي حالة بتنتشر سريعا بين الناس، من خوف على البلد من الأعداء اللي بره، ومن خوف على البلد من ولادها اللي جوه، ومن خوف على البلد من ناس من ولادها جوه الجهاز الإداري بتاع الدولة وجوه اجهزه حساسه في الدوله، مش فارق معاهم اللي بيحصل، ولا ان الشعور بالخوف ممكن يزيد. الرئيس عايز يطمن الناس، وهو شايف ان افضل طريقه يطمنهم بيها هي شغل وانجاز ونتائج على الارض، وده صحيح ومهم، بس الشغل نتائجه بتاخد وقت حتى لو تنفذ في زمن قياسي، وكل واحد مستني النتائج توصل له النهارده ليه هو بالذات وهو قاعد في مكانه. وطول الوقت في ناس شغلتها تثير مخاوف الناس ليل ونهار ونهار وليل، بحسن نية وبسوء نية. وما اقدرش اقول ان كل الناس نيتها وحشة، انا نفسي احيانا من كتر قلقي وخوفي بنقل القلق والخوف ده للناس غصب عني. وكل ما الواحد يعرف اكتر يقلق اكتر، حتى لو كان من ضمن اللي بيعرفه حاجات كويسة بتحصل على الارض زي اللي شفناها النهاردة على شاشات التلفزيون. الحقيقة ما ساعدنيش الحظ ان انا اكون في الفرافرة مع الناس اللي كانوا هناك مع الرئيس. المهم الرئيس بعت في رسالته للشعب عموما مجموعة رسائل مختلفة. طبعا انا قلت لكم على موضوع تكراره لكلمة ما بخافش، وان هو خد 2000 قرار في 2.5 سنين، وان هو قال لنا اننا مش ممكن نختلف دلوقتي، مش من مصلحتنا. بس الرسائل التانية اللي هو قالها كان فيها تهنئة للشباب اللي رفع اسم مصر في الأيام اللي فاتت، ذكر بالاسم كذا حد منهم نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش، وقال انه هيقدم كشف حساب للمصريين في شهر 6، في شهر يونيو اللي جاي، لكل المشروعات اللي اتنفذت من غير أي مبالغة. وقال انه تم إنجاز 5000 كيلو من مشروع الشبكة القومية للطرق و135 كوبري، وان اللي تم انفاقه على التنميه في سيناء يتراوح ما بين 20 و30 مليار جنيه، وانه هيتم تنفيذ 2000 كيلو طرق في تنميه سيناء. قال ان سيناء غاليه علينا وهي ارضنا اللي بنحبها،
في سيناء بيتم إنشاء 15 مصنع رخام وخطين أسمنت و200 ألف فدان أراضي زراعية ومحطتين معالجة مية ومزارع سمكية. وبرضو من ضمن رسائل السيسي في مشروع 1.5 مليون فدان، سؤاله يا ترى أنا كافحت الفساد ولا ما كافحتش، في إشارة أنه هو فعلا بيكافح الفساد. رسالته أن بكرة أحسن وأفضل، بس بيقول لنا طولوا بالكم على بلدكم لأنها شبه دولة مش دولة حقيقية. احنا بنتكلم على دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة بتحترم نفسها والعالم يحترمها. وقال لنا كل ما بتنجحوا أكتر كل ما أهل الشر هيخططوا أكتر. الرئيس قال مصر كانت بتنتج 27 ألف ميجا كهرباء، وبنهاية المشروع القومي للكهرباء هتنتج ضعف الرقم ده. اتكلم عن قناة السويس الجديدة وقال انه من شهر ونص كان في مركب شحطت في القناة وعشان يصلحوها خدت اكتر من شهر، والخسائر كانت متوقعة انها توصل لمليار جنيه، لكن الملاحة في اتجاهين بسبب ازدواج القناة فما بقاش فيه اي خسائر، والمصريين اصلا ما حسوش بالحادثة. كشف الحساب بتاع الرئيس بمناسبة مرور سنتين من تولي الرئاسة الشهر اللي جاي مهم. وخليني اقول للناس اللي هيشككوا في كشف الحساب اللي هيقدمه الرئيس ده، يلا شدوا حيلكم قدامكم شهر عشان تجهزوا نفسكم عشان لما تطلعوا تكلموا تقولوا كلام ينفع. يعني الرئيس هيطلع كمان شهر هيكلم على اللي حصل ويكلم بارقام واحصائيات. انتوا بقى من غير ارقام واحصائيات مضاده كلامكم هيبقى في الهواء بس. هو هيتكلم عن واقع وحاجات موجوده على الارض، فيا اما يكون معاكم واقع مضاد ان مفيش حاجه موجوده على الارض او محدش هيسمعكم. كلام قد احنا بنقوله اهو من دلوقتي للناس اللي عماله بتسن اسنانها لكشف الحساب بتاع الرئيس كمان شهر. بمناسبه كشوفات الحساب، وزير الخارجيه سامح شكري النهارده كان بيقدم شبه كشف حساب عن وزاره الخارجيه في الاجتماع اللي عمله في لجنه الشؤون الخارجيه في مجلس النواب. وكان بيتكلم على موضوعات كتير، عن موضوع حوادث المصريين اللي في الخارج، وقال دي بنتابعها لحظيا وبنفصل بينها وبين الموضوع بتاع ريجيني لان في ناس كتير بتتكلم وبتربط ما بينهم لكن ما فيش ربط بينهم. وقال ان بقى في دلوقتي جهود لحمايه مصالح المصريين في الخارج، والحقيقه عندنا بمناسبه ده معالي الوزير عندنا طلبات كتير جايه لنا لسه على باب الاستوديو هنا وانا داخل، طلب بيتكلم عن مشكلات موجوده لبعض المصريين في المملكه العربيه السعوديه. الوزير رد على سؤال عن قطر وتركيا فقال احنا مش في عداء مع حد، ومصر ما اتخذتش موقف عدائي مع اي دولة طالما الدولة دي ما اتدخلتش في شؤون مصر او ما هياش فاعلة بشكل سلبي في ارادة الشعب المصري. وقال طبيعة علاقتنا مع قطر مبنية على الود وما اتخذناش اي اجراءات معاها الا عشان نحقق المصلحة المشتركة ونشيل الشوائب من العلاقة، لكن بنتعجب من استهداف مصر، بس الوعي هو اللي بيحمينا من السياسات الغير إيجابية دي، ومصر تقدر تحمي أمنها القومي. الوزير رد على سؤال ليه ما خدناش موقف ضد قطر وتركيا أو الدول اللي بتهاجمنا رغم أن عندنا رئيس منتخب ورئيس برلمان، فقال إحنا بنرفض الاتجاه ده. وقال مصر بتعتز بعلاقتها مع السودان وباللي تم تحقيقه من إعادة التواصل بين البلدين ودرجة المصالحة والعلاقة القوية بين مصر والسودان، لان هما كيان واحد بحكم المشاعر المتبادله والعلاقه الازليه اللي مفيش غنى عنها. وقال بنعتز بدرجه التفاهم دي. الكلام بتاعه ده كان ردا على سؤال عن تدخل السودان في شؤون مصر وتصريحاتها عن حلايب وشلاتين. سامح شكري كان بيشرح الاوضاع في الدول في المنطقه وقال مصر واقفه مع سوريا وبتدعم الشعب السوري الشقيق، وصعب عليها ان الشعب السوري ينزلق لحالة التدمير والقتل الموجودة قدامنا دي والتشريد والتهجير لابناء الشعب السوري. وقال انه ضروري ان الشعب السوري ان هو اللي يعبر عن ارادته في الدستور الجديد بتاعه. طبعا طالب وقف اطلاق النار والاحتكام للمطالب، وقال ان اللي حصل في حلب مؤخرا هيبقى ليه تداعيات خطيرة. اتكلم عن ليبيا وقال ان الجماعات اللي بتمارس التطرف والعنف مش تبع داعش لكن بتمارس نفس الفكر بتاع داعش، لكن الحدود المصرية مع ليبيا مؤمنة من القوات المسلحة عشان تمنع العناصر دي او غيرها انها تدخل مصر.
سامح شكري بيقول ان سد النهضة ان عندنا وسائل لحماية مصالحنا، لان مصر مرتبطة ارتباط ازلي بالنيل، عشان كده الحفاظ على حقوق مصر المائية كان مهم جدا، ودي اولوية في التفاوض بيننا وبين اثيوبيا والسودان، رغم ان مصر اصلا مش بتمانع ان اثيوبيا يكون عندها حق في التنمية، لكن بشكل ما يضرش بحق مصر. والسد بلا شك هيتبني، لكن هنراعي مصالح مصر بأننا نوريهم حجم المخاطر اللي موجودة على مصر. اتكلم عن علاقتنا بروسيا وقال انها ما تأثرتش في حادثة الطيارة، وبنتعاون معهم عشان نأمن المطارات، وفي اهتمام كبير من مصر ان السياحة الروسي ترجع تاني مصر، عشان كده بيتم التعاون مع روسيا عشان نعزز امن المطارات. نرجع بقى للموضوع اللي الناس كانت متوقعة ان انا ابتدي من عنده. في طبعا ناس متوقعة اننا لازم نبدأ كلامنا باننا نقول الداخلية غلطانة، عشان لازم تكون الداخلية غلطانة، والناس كلها بتقول ضباط الداخلية طول عمرهم بيعملوا تجاوزات، ولا انت ناس الداخلية وتاريخ الداخلية؟ بس الحقيقة اللي بيقول الكلام ده عايز اقوله، انت بتقول الكلام ده واللي بيسمعك مش موافق ومش مقتنع، لانه شايف الداخلية بتعمل شغلها والنيابة امرت و و و وما حدث. على العكس تماما، اللي جنبك شايف ان الصحفيين على راسهم ريشة، وان المطلوب ما يكونش في حد فوق القانون، واحتمال يكون ده برضو رأيك انت. بس الناس تانية بتقول لولا الصحافة كان زمان الاخوان لسه بيحكموا. الحقيقة مفيش حد على راسه ريشة، يعني مبدئيا مفيش حد في المجتمع اهم من حد، مفيش مجتمع واقف على حد. على رأي واحد من الإخوة الصحفيين كان بيتكلم، بيقول إن الراجل اللي بينزل يسلك البلاع عفوا يعني ده أهميته في المجتمع قاتلة. حضراتكم ممكن تعيشوا من غير تلفزيون، من غير توك شو، من غير جرايد، يوم واثنين وثلاثة وأربعة وأسبوع وعشرة، بس الراجل البسيط ده اللي احنا مش مدينه اهتمامه ده حيوي. الراجل اللي بيجمع القمامة، لو القمامة قعدت في الشارع زي ما شفنا الفترة اللي فاتت بيحصل ايه، نعرف قيمة الراجل ده. مفيش حد في المجتمع اهم من التاني. ما ينفعش اقول المجتمع قائم عليا، انا مهم في المجتمع. كلنا مهمين وكلنا مش مهمين، كلنا ممكن الاستغناء عنا وكلنا مهمين لا يمكن الاستغناء عنا في نفس الوقت. في رفاهيات وفي اولويات وفي بدايات، مفيش حد اعلى من حد، ومفيش طبقه اعلى من طبقه، كلنا سواسيه في المسؤوليه عن هذا الوطن. بس اللي انا كنت بقوله لكم هي دي الاراء اللي في مصر، وللاسف في مصر لو اتكلمت بالعقل محدش هيسمعك. الناس اللي مستنيه راي مني او من غيري مش مستنينه عشان يستنيروا بيه او يقتنعوا بيه، لا ده عشان يصنفوك عدو للصحافة ولا عدو للدولة. في واحد تاني بقى بيقيس ويقول لك ما انت اصلك عايز تمسك العصاية من النص. يعني ايه تمسك العصاية من النص؟ يعني يبقى عندك رأي مش متطرف. يعني يا الداخلية عدو والنيابة عدو، يا الصحافة عدو، هو ده التطرف. ما بقاش ينفع حد يتكلم بالعقل ولا يسمع بالعقل. ما بقاش في مصر حكماء ولا حد يسمع من الحكماء واهل الخبره والناس اللي عاشوا تجارب طويله في المهنه، وما بقاش لاي مهنه كبار او اللي كنا بنسميهم شيوخ المهنه رغم ان هم موجودين. عارفين ليه؟ هقول لكم. لاننا رافضين نسمع حد عاقل، وكل واحد النهارده رافض يكون له كبير، رغم اننا البلد اللي عندها مثل اللي بيقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير. احنا البلد اللي قالت اللي ملوش كبير يشتري له كبير، ثم بقالنا خمس سنين ما وراناش حاجة غير اننا نكسر كل كبير، ننخر في عظم كل كبير، سواء كان شخص او مؤسسة، شخص عايش او شخص ميت، حتى لو من 100 سنة، وبقينا كلنا كبار مش محتاجين كبير. كل ما نقول نسأل فلان فنسمع كلام من عينة فلان ده كذا وكذا، وده ما بيفهمش حاجة ولا له فيها.
طب علان برضه نفس الحكايه، وكل ده خارج من نفس دايره رفض وجود كبير في البلد. رفعنا شعار من النهارده مفيش كبير، ولانه مفيش كبير بقت لما تحصل مشكله في اي مكان ما تلاقيش حد يتدخل ويقول كلمه عقل، لانه محدش هيسمعه ويحدفوه بالطوب والزلط. انتخابات الصحفيين الاخيره حضر فيها حوالي 3200 صحفي. في الازمه الاخرانيه دي نقابه الصحفيين بتقول حضر 7000. زملاء من الصحافه كلموني وقالوا لي بالكتير اللي حضر منهم 1000 ومن ضمنهم 450 اخوان. بس انا لا هقول للنقابه حلفي ولا اثبتي ولا قولي لنا اي حاجه، لان المبدا في الاساس اللي انا بتعامل بيه اني مصدقك من غير حاجه، لاني ما عنديش حاجه بتقول العكس. بس لو الرقم صحيح اللي قالته النقابه، المعنى هنا بسيط وواضح. لما كان في موضوع شأن عام وانتخابات نقيب وتجديد نصفي، الناس ما اهتمتش. ولما الكلام بقى الحق لا تحصل عمرو وتحصل السقه، الجمعيه العموميه وقفت على قلب رجل واحد، اذا كان ده حصل وراحوا 7000. وانا بفرح لما الاقي المصريين على قلب رجل واحد، بس افرح اكتر لما يكون هدف التجمع مش ساعتين وخلاص. افرح اكتر لما الاقي نقابه الصحفيين بتدعو لجمعيه عموميه عشان ازمه تخص البلد كلها مش المهنه بس. وهفرح لما يتجمع الدكاتره عشان المرضى او عشان الوطن، مش بس عشان 2 دكاتره ليهم طبعا كل التقدير والاحترام اتعرضوا للمشكله. هفرح لما المحامين يتلموا عشان بطء التقاضي اللي قسم ظهر الناس في مصر، او عشان الوطن وقضايا الوطن، مش عشان ضابط اعتدى على محامي رغم تقديري واحترامي للمحامي. هفرح لما اسمع الصحفيين بيقولوا نقابة الصحفيين نقابة مش حزب، واهداف النقابة كذا وكذا. وهفرح لما اسمع حد بيكلمنا عن كرامة مصر زي ما بيتكلم عن كرامة الصحفي. ولما اسمعه واحد بيقول الرئيس لازم يعتذر، يرد عليه ويقول له الرئيس يعتذر ليه؟ زي كده لما النقيب تراجع عن موضوع اعتذار الرئيس وقال ما كانش قصدنا الرئيس يعتذر لكن رأينا انه يتدخل. تمام يا سيادة النقيب، كده 10/10. بس برضو يا سيادة النقيب يتدخل ليه؟ هو مفيش مؤسسات في مصر غير الرئاسة؟ أكيد في. بس برضو هرجع وأقول أنا هفرح لما تبقى المشكلة فئوية لكن المصلحة والوقفة تبقى عامة، هدفها الخير للناس كلها. بالمناسبة المشكلة اللي قدامنا مشكلة فئوية، لأننا كنا بنسمع عن جورنال اتسحب من المطبعة وتغير عنوانه. الصحفيين ما اعترضوش، وهو ده الأساس في الكلام عن حرية الصحافة. فنفرح لما الصحفيين يكبروا كبرهم ويقولوا فلان كبرنا ونمشي ورا كلامه، أو المجموعة دي احنا موافقين إن هم يساعدوا في حل الأزمة، عشان نسمع ان الاستاذ مكرم محمد احمد في القايمه السوداء. انما في مصر الاسهل نقول الداخليه. شيء سهل. الداخليه بتنفذ امر نيابه او مش بامر نيابه، بس الداخليه السبب. او راي كمال الشناوي في الارهاب والكباب لما قال احنا بنشيل بلاوي الوزارات كلها. هي ليه النقابة ما طلبتش النيابة العامة اللي هي أصدرت القرار بتاع الضبط والإحضار إن هي تعتذر؟ ليه ما أصرتش على استقالة النائب العام مش وزير الداخلية أو حتى مع وزير الداخلية؟ مش عارف. زي ما قلت الداخلية تشيل. الداخلية تشيل أي مشكلة. وده أسهل وأكثر طرباً للأذن في مصر. ما هو الداخلية بلطجية كلمة أسهل كتير مننا نشغل عقلنا أو نروح ونفكر هو مين اللي قال الداخلية اعملي ونتكلم معاه مش مع اللي نفذ. الداخلية جهة التنفيذ. بس محدش في مصر عنده استعداد يقف كده للنائب العام بدل الداخلية. مش عايز حد يفهمني غلط ويفتكر ان انا بحرض ضد النائب العام، بس في رأيي الهجوم على الداخلية لعب على المضمون. وبالمناسبة عايز اقول للسادة في النيابة العامة بمناسبة البيان اللي صدر عنها عن موضوع صحة الإجراءات اللي تمت، الحقيقة ما هي شغلة النيابة انها تقول اذا كانت الاجراءات صحيحة ولا مش صحيحة، اللي يقول كده القضاء.
وانا استعجبت من سكوت القضاء على بيان النيابه، بس اهو امر اريح وخليهم هم يشيلوها عشان لو الموج علي يبقى عليهم هم. انا عارف ان في حظر نشر في القضيه، عشان كده مش هتعرض للقضيه على الاطلاق لا دلوقتي ولا في لقائي بنقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابه بعد شويه. وزي ما قلت لكم، عارف ان جالي من ساعه ما اعلنت عن اللقاء اكتر من 2000 تعليق رافضين اللقاء، وده غير الحاجات بقى اللي بره اللي فيها شتيمه ما اقول لكمش عامله ازاي. بس عايز اقول لكم، القاهره 360 مش مكان بتاع صراع ديوك ولا لهجوم طرف على طرف، بس لو ما سمعناش وما اتكلمناش وما تحاورناش يبقى بنعمل ايه؟ نمسك العصايه من النص؟ اه، نمسكها من النص المره دي. انا مش صحفي وانا مش داخليه ولا موظف في الدوله، انا مصري وهم كلهم مصريين وكلكم مصريين طبعا، وبنعتبر ان الاخوه العرب اللي بيتفرجوا وشايفين اللي احنا بنقوله ده بنعتبرهم مصريين زينا. مش هقول انا هقف كمان مع الحق، لان الحق ما بيتحددش كده. عشان كده النهارده هنعمل مبادره يا رب يتم الاستجابه ليها تخلصنا من المشكله على اساس منطقي. نقابه الصحفيين امبارح خرجت ب 18 توصيه. اولها زي ما قلت الاصرار على طلب اقاله وزير الداخليه، وتقديم رئاسه الجمهوريه اعتذار واضح لجموع الصحفيين عن اللي سموه جريمه اقتحام بيت الصحفيين وما اعقبها من ملاحقه وحصار لمقرها. الاستاذ يحيى قال لاش رجع بعد كده، قال لا احنا ما قلناش اعتذار الرئيس، بس البيان بيقول كده. الافراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، وبعدين العمل على اصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابه او اقتحامها، واصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر. بالمناسبه الكلام ده شغله مجلس النواب، لا هي شغله الصحافه ولا هي شغله الحكومه. المهم، دعوه جميع الصحف المصريه والمواقع الالكترونيه، وعلى فكره المواقع الالكترونيه دي فاكرين الخناقه اللي كانت موجوده هنا، ما بيعترفوش بالصحفيين الالكترونيين ان هم اعضاء في النقابه. المهم، لكن المواقع لا هي تابعه للجرايد، يعني انها تثبت لوجو لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافه. ودعوه القنوات الفضائيه انها تدرأ الهجوم الضاري اللي بيشن ضد الصحفيين بتوجيهات امنيه. ادينا بندرأ، ولا في توجيهات امنيه ولا في امن هيبقى موجود ولا هيبقى في ضابط عشان خاطر الكلمتين والجواب اللي اتسربوا، بيقول لك ان الداخليه هتحط ضباط سابقين في مش عارف ايه، وكلام الحقيقه مشين اتقال، يعني اتاخد الاعلام التلفزيوني في الرجلين في القصه دي. الصحفيين برضو طلبوا في بيانهم برفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونيه لنقيب الصحفيين باعتباره ممثل للجمعيه العموميه. كان نفسي ان هم يقولوا لانه ما ارتكبش جريمه، مش لانه ممثل الجمعيه العموميه. مع منع نشر اسم وزير الداخليه والاكتفاء بنشر صورته نيجاتيف بس. من ضمن توصيات الجمعية العمومية كان رفض النقابة تصريح الخارجية الأمريكية ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية. طبعا أولا كان نفسي دي تكون التوصية رقم واحد مش رقم 10 يا وطنيين. ثانيا، النهاردة الاتحاد الأوروبي تدخل، هتعملوا إيه؟ ثالثا، أحد السادة وكلاء النقابة هو اللي طالب المنظمات الدولية أنها تتكاتف وتقف مع النقابة. فمنين طالبتم ومنين مش عاجبكم ومنين دخل الاتحاد الاوروبي جنب كيري؟ المهم، اتكلموا عن رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة. عظيم، ده كلام عظيم بقى هنا. يبقى في بقى نيابة ومحكمة وقاضي والدنيا ومحامين وقانونيين ونتكلم، وتبقى الدنيا داخلة. انت زعلان من حاجة الجأ الى القضاء. جددوا الثقة في مجلس النقابة لحد ما الأزمة تنتهي،
وما فهمتش ليه لحد الأزمة ما تنتهي رغم أن لسه فاضل سنة كاملة على التجديد النصفي، وإيه اللي خلى النقابة تطلب من الجمعية العمومية تجديد الثقة. طيب نرجع كده للتصريحات بتاعت كيري اللي كانت بتناصر نقابة الصحفيين، وبقول تاني يعني ما كانش كفاية النقابة تقول لكيري والحكومة الأمريكية نرفض التدخل، وكان لازم ترد عليهم وترد على الحكومة الأمريكية وترد على التقرير بتاع مراسلين بلا حدود اللي شايف ان حرية الصحافة في مصر وتركيا شبه بعض. وانا شخصيا شايف ان تشبيه مصر بتركيا في حرية الصحافة إهانة كبيرة لمصر، بتستوجب ان نقابة الصحفيين تقاطع المنظمة او انها تطلع رد قوي عليهم، عشان احنا مش تركيا ولا زي تركيا، ولا اللي بيحصل عندنا هو اللي بيحصل في تركيا. الواقع كمان ان هم حطوا تركيا في حرية الصحافة في المؤشر بتاعها في مكانة احسن من اللي فيها مصر. تركيا لدوتش فيلا بتقول ان فيها بتتم احالة الصحفيين اللي مجرد انتقادهم للحكومة وبتغلق المواقع الإلكترونية بتاعتهم، ورئيس تحرير بتاع الصحيفة اللي هي صحيفة حريات اللي هو يعتبر انه بيمثل الصحفيين كلهم قدام القضاء، واخدينه بتهمة ان هو اهان قرده. هل عندنا تهمة بيتحكم عليها اي صحفي هنا لانه انتقد رئيس الجمهورية يا سادة، ولا صحفي بيتحاكم لانه اهان رئيس الجمهورية؟ الانتقادات كتير والاهانات كتير. اقول لكم، قلتوا نيجاتيف لوزير الداخليه، طلع الموقع بتاع 25 يناير مش عارف ده موقع اخواني تبعكم ولا ده من مش تبعكم الموقع ده، وعمل نيجاتيف للرئيس السيسي. عاجبكم؟ برضو نرجع للمؤشر، بالمناسبه امريكا وبريطانيا ما جوش نمره واحد في حريه الصحافه، لكن جم تقريبا في مركز 41 و49. النقابه سكتت لكيري زي ما قلت لكم، فالاتحاد الاوروبي دخل على الخط وبيطالب الحكومه المصريه انها تطلق سراح الاثنين الصحفيين اللي مقبوض عليهم بسبب التعبير عن ارائهم. بيان طلع من مكتب بتاع الممثله العليا للامن والسياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي اللي هي فيدريكا موجريني، اللي بيقول انها قلقانه بسبب اقتحام الامن لمقر نقابه الصحفيين واعتقال اثنين صحفيين من جواها. طب مدام موجريني دي جابت معلوماتها منين؟ الصحافة المصرية. من الصحافة المصرية طبعا، او من قناة الجزيرة او من قناة الشرق، والاتنين كانوا بيذيعوا على الهوا مش عارف باذن مين. ونقول قول على القول ده، هي قناة النيل للاخبار بتعمل ايه بالظبط؟ قناة النيل للاخبار بتذيع الاعتصام، هي الوحيده بقى، هي والجزيره والشرق هما اللي بيذيعوا لايف طول الاعتصام او الوقفه او الكلام ده اللي موجود في النقابه. هسال بقى في اتحاد الاذاعه والتلفزيون ولا هيتقال لا انت ترشحت تبقى مش عارف ايه؟ فخليني ساكت لحد ما نبعد عن هذا الموضوع، بدل ما تطلع لي فلانه وتقول لك كونفليكت اوف انترست، مفيش يا ستي لا كونفليكت اوف انترست ولا رايحين ولا جايين. الواشنطن بوست بسبب يعني او على خلفيه مرور 100 سنه على اتفاق سايكس بيكو، ديفيد اجنيشيوس كتب فيها، قال الشهر ده بيمر 100 سنه على اتفاق سايكس بيكو اللي اتشكلت بالموجب الاتفاق ده العراق وسوريا وغيرها من الدول الهشة اللي موجودة في الشرق الأوسط. وقال إن الأسابيع الأخرانية دي طلعت دليل دامغ جديد إذا كان في احتياج من الأساس إن يبقى في أدلة أكتر إن الإطار الاستعماري اللي عملته بريطانيا وفرنسا اللي بيتمثل في الاتفاق بتاع سايكس بيكو اللي على أساسه قسموا منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا، إنه خلاص مش مجدي. وبموجب الاتفاق ده اللي هو سايكس بيكو العراق وسوريا انفصلوا عن بعض، والعراق دلوقتي بقى ثلاث اجزاء متصارعه، منطقه سنيه بيسيطر عليها داعش، ودويله هي الكردستان اللي هي عندها شبه حكم ذاتي، ومنطقه ثالثه اللي هي موجوده من بغداد جنوبا وبيسيطر عليها الشيعه. البنيه المشرذمه نفسها دي هي موجوده في سوريا. طبعا الحكومة شبه غائبة في الدولتين.
بس إغنيسيوس راح جاب شهادات وكلام من مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين بيقولوا ان المئة سنة اللي فاتوا دول كانوا 100 سنة فشل، ودول كفاية ان هم ينهوا نظام الدولة المركزية. يعني يلا نفكها ونخلص ونلاقي بديل يحل محل الاطار اللي رسمه سير مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو، ونطلع قرارات استعمارية جديدة. اللهم صل على النبي. رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو قال انه هيتنحى او هيستقيل في مؤتمر استثنائي يعمله حزب العداله والتنميه الشهر ده، وغالبا الكلام ده بسبب خلاف بينه وبين اردو عشان تحويل نظام الحكم اللي اردو بيحاول يحوله لنظام رئاسي. بس اوغلو قال انه هو ما عندوش اي ضغينه لاي حد ومش عايز انقسام داخل الحزب الحاكم. جميل ارتيم ده مساعد اردو كان لمح عن الموضوع ده من كام يوم، وقال انه مش هيكون في انتخابات سريعة جدا بعد تعيين قائد جديد للحزب، وقال للتلفزيون التركي ان تركيا والاقتصاد بتاعها هيستقر اكتر لما يبقى فيه رئيس وزراء متسق اكتر مع اردو. اوغلو واردو قعدوا مع بعض امبارح ساعتين وما تمش حل الخلاف بينهم، ورئيس الحزب المعارضة الرئيسي في تركيا اللي هو اسمه أوغلو برضو كمال أوغلو وصف التطور ده بيقول ده انقلاب قصر، واستقالة داوود أوغلو ما هواش موضوع حزب وداخلي بين الحزب وبعضه، لأن كل أنصار الديمقراطية لازم يرفضوا انقلاب القصر ده. التطورات الأخرانية دي بتحصل في وقت طبعا زي ما احنا عارفين في حالة عدم استقرار بتزيد في تركيا، وتركيا بتحاول تعمل اتفاق مهم مع الاتحاد الاوروبي، واغلو هو كان المهندس بتاع الاتحاد ده، وان استقالته ممكن او الاتفاق ده هو كان اللي بيهندسه، والنهارده استقالته ممكن تاثر سلبا على الموضوع ده لان اردو ما كانش ليه دخل كبير في الموضوع. مين بقى اللي مرشح ان هو يبقى رئيس وزراء مطرح اغلو؟ وزير الطاقه التركي اسمه بيرات البيرق، وده يعني اهم ميزة موجودة فيه ان هو جوز بنت اردو، يعني اردو يبقى حماه وهو زيتنا يبقى في دقيقنا. عايز قبل ما اروح للفاصل الحقيقة لفت نظري شخصية مهمة جدا لشعر كان كاتبه صلاح جاهين في فترة يعني قبيل الوحدة بين مصر وسوريا، لما كانت تركيا بتهدد سوريا زي الموقف ده، تركيا عمالة بتضرب في سوريا بالمناسبة دلوقتي، يقول لك احنا اتضرب علينا نار فبنرد. فوقتها رئيس الراحل جمال عبد الناصر قال يعني لو تحرك جندي تركي واحد هنعتبره اعتداء على مصر. فكانت المشاعر في مصر وقتها تجاه ما تفعله تركيا شبه مشاعري كده تجاه اردو. فصلاح جاهين كتب حاجة لطيفة جدا وسيد مكاوي لحنها، لقيت الحاجة اللطيفة جدا دي موجودة على الانترنت اللي هي الكلمات اللي كتبها صلاح جاهين، لكن الأغنية نفسها مش موجودة في أي مكان لأنها كانت في قاعدة كده صغيرة ودندنها سيد مكاوي على العود. مشكورة نجلة سيد مكاوي، السفيرة إيناس سيد مكاوي جابت لنا فعلا الأغنية وهنعرضها على حضراتكم. فتراث تراث مصري أصيل، صلاح جاهين وسيد مكاوي يلتقيان، ده لقاء عمالقة، ويتحدثوا عن إيه؟ عن التركي البجم. تعالوا نشوف. تركي بجم سكر سجن، تركي بجم سكر سجن، شق لبزت غز هجم، آمان آمان تركي بجم، دبور جبان من غير زبان، زنان كبير يندوغ لبان، اسمعني فري خفيفة، نومن 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 تركي بجم، تركي بجم سكر سجم، تركي بجم سكر سجم، لاز شق لبزت غز هجم، آمان آمان
بجا سيسبا زمان اقطع لسان عربي وقف لك ديدبان ادخل تموت جنات مكان عمان 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 تركي بجم سي كتير زمان سي كتير كمان ادخل حمد رب في الملان سي كتير زمان سي كتير كمان ادخل حمد رب في الملان خليك تقول انا قول فدان امان امان تركي بجم تركي بجم سكر سجم تركي بجم سكر سجم ماض شيخ غضي بغضي هجم امان 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 تركي بجم وسط إجراءات أمنية مشددة عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رداً على دخول قوات الأمن المقر الرئيسي للنقابة وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. إقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤول عن حصار مبنى نقابة الصحفيين ومنع الصحفيين من دخول النقابة وعن انتهاك حرم نقابة الصحفيين واعتذار رئاسة الجمهورية عن هذه الجريمة التي تمت في حق الصحفيين وفي حق مبنى نقابة الصحفيين ومقرها. أظن أنه قرارات الجمعية كلها في محلها، لكن انعقاد الجمعية بهذا الزخم وبهذا العدد الهائل أبلغ من كل بيان ومن كل قرار. بدون جريمة وزارة الداخلية لم يكن ممكنا للنقابة أن تستعيد حيويتها وأن تعقد اجتماعها الناجح الحاشد اليوم. هذا هو يوم الصحفيين، هذا هو يوم الشعب المصري، اللي أكرر أن الصحفيين كانوا دائما تحت أقدام هذا الشعب من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله وأمنه الاجتماعي والمعيشي وأمنه ودفاعا عن كل قضاياه الحياتية والمعيشية والمادية. الموضوع يوم الثلاث ممكن يتصاعد ان احنا نقاطع اخبار وزارة الداخلية تماما، هنقاضي الوزارة عشان فك الحصار عشان الحصار هي عاملاه، كمان اختصمنا النيابة العامة لانها فقدت الحيدة وبالتالي هيبقى دعينا الناس ان هي تكسر حظر النشر لان هذا غير قانوني فيما يخص يعني اصحاب النشر في البلد. اجتماع الجمعية العمومية شهد تواجد عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب لإعلان تضامنهم مع مجلس النقابة في موقفهم. احنا في حالة نضال طويل النفس ومش داخلين معركة عشان نكسبها بالضربة القاضية، احنا هنناضل من أجل ما نعتقد انه في صالح هذا البلد ويعبر عن مصالح ناسه ويحترم الدستور. امتى هننتصر؟ ما نعرفش، لكن واثقين ان احنا ننتصر. جميع من ينتموا الى نقابه الصحفيين هم مهنيين يمارسوا عملهم بكل حريه بكل احترام بكل تقدير من قبل هيئات ومؤسسات الدوله، وهم بيقوموا بدورهم في نشر الحقائق ونشر الفكر ونشر كل ما هو يفيد الدوله ويفيد الوطن وليس ضد الوطن او يعمل على تدمير هذا الوطن. في حقوق وفي قانون، انت بتدور على حقوقك وقانونك. يعني الصحفي مش ارهابي ولا الصحافة جريمة. 18 مطلب هي جملة ما خرجت به عمومية الصحفيين والتي باتت تنتظر ردا من مجلس الوزراء لنزع فتيل الأزمة أو التصعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني أكرر بعض الحاجات اللي قلتها النهاردة في مقدمة البرنامج عن الموضوع اللي احنا هنناقشه الليلة. لما بعض الناس قالت هو الواحد يمسك العصاية من النص، فبيقول يمسك العصاية من النص في حالات فيها مسك العصاية من النص مصلحة، لأن الصحفيين مصريين، الداخلية مصريين، النيابة مصريين، وحضراتكم مصريين، حتى الأشقاء العرب اللي بيتفرجوا علينا بنعتبرهم مصريين، كلنا مصريين وعايزين المصلحة، كلنا كده مع بعضنا عايزين نوصل للمصلحة. حالة الاستقطاب اللي حصلت في الأربع أيام اللي فاتت كانت حالة الحقيقة يعني مش مستحبة أنها تحصل،
واعتقد كانت رسالة الرئيس النهاردة كانت واضحة جدا، اننا المفروض اننا نتجمع، مش مفروض اننا نتمزق ونفترق. المشكلات اللي بتحصل وبتتصاعد في الفترة الاخيرة وخليها كل واحد فينا يروح لحتة، محتاجة اننا نبقى اكثر تعقلا عشان خاطر نتقارب مش نتباعد. كلنا متفقين ان في اعداء كثيرين لهذا الوطن، وكلنا متفقين انهم متربصين بهذا الوطن، وكلنا عارفين ان احنا محتاجين اللحمة عشان نقدر نتعامل معهم ونواجههم. فمش معقول اننا نفضل ننقسم على نفسنا شوية شوية. نقاشنا النهاردة الغرض منه الوصول لحل، مش الغرض منه اننا نطلع طرف غلطان وطرف مش غلطان. المفروض اننا نحاول نشوف هنوصل لحد فين وامتى ونخرج من الموضوع ده ازاي. فاسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي الكرام، الاستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين، اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ سامي. والاستاذ خالد ميري وكيل نقابه الصحفيين ورئيس لجنه القيد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ سامي. والاستاذ محمد شبانه امين صندوق نقابه الصحفيين، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ سامي. استاذ كريم، يعني الى اي مدى استاذ كريم ما جاش؟ انا اسف استاذ كريم مش موجود. استاذ كريم هيجي لنا بعد الفاصل. استاذ يحيى، ازاي هناخد الموضوع ده، ناخده نروح بيه لحد فين؟ نقابه الصحفيين عايزه توصل لحد فين بهذا الموضوع؟ انا بس عايز اوضح في الاول وعقب على يعني مدخلك للموضوع في فكره ان احنا كلنا يعني مصريين، وان احنا يعني ما فيش طرف غلطان وفي طرف مش غلطان. فكره الحياد انا يعني انا ارحب بيها اذا كانت هي يعني مهمه في 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 موضوع يتطلب الحياد. لكن احنا بنتكلم النهارده عن طرف معتدى عليه وطرف معتدي، هو ده تصنيف الموضوع. الحاجة التانية ده تصنيف حضرتك، ده تصنيف انا مش عايز افرض عليك تصنيف، لكنه ده التصنيف الواقعي الوحيد اللي احنا فيه. لانه احنا ايه اللي بيعقد المشكلة او بيعقد اي مشكلة؟ انه لما في طرف بيبقى عنده حالة انكار ان مفيش مشكلة. احنا قدام مشكلة حقيقية ولازم كل الاطراف تعترف انه هناك مشكلة، ومشكلة جسيمة. ولما ترتبط المشكلة بمهنة اسمها الصحافة وبكرامة اسمها كرامة الصحفيين، جزء من، لان احنا لما بنتكلم دايما عن الحريات بنقول ان ليست الحرية هي حرية الصحفيين وحرية الاعلاميين، احنا بقول دي حرية الشعب المصري، واحنا في يعني مندوبين للرأي العام. وبالتالي لما يحصل نوع من العدوان زي ما احنا، مين اللي مندوبين؟ النقابه ولا لا أنا بتكلم المجلس الاعلى للصحافه؟ لا 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 لا، مجلس اعلى الصحافه متعلق بالصحف والتراخيص، لكن انا بتكلم على الصحفي وعلى طبيعه المهنه. النقابه معموله للمهنه، هي نقابه فئويه للصحفي للمهنه بس. لا بس لم نكسب معركه في حياتنا ولم نعتبر نفسنا من اول نشاه النقابه، بل من قبل نشاه النقابه، ان احنا النقابه فئويه. احنا نقابه بنقدم خدمات لاعضائها وكده، لكن لا يحكمنا فكره ان احنا فئويين. وبالتالي كل القضايا اللي احنا بنخوضها احنا بنخوضها واحنا نعرف ان احنا مهنه الحريات، والحريات دي مش بتاعتنا، دي بتاع الشعب المصري. وكل معركه كسبناها لان الشعب هو يعني بيعلم هذا الدرس قبلنا احنا. عشان كده اي وقيعه بيننا وبين الشعب المصري ايا كان انا بعتبرها انها مستشعر حضرتك ان رد فعل الجموع الناس المؤيده والمعارضه لموقف النقابه قد ايه؟ انا لو نسبتها تطلع قد ايه؟ لا انا 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 شوف انا 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 مؤمن يعني ايمان تاريخي بالفكره نفسها، لكن مش من المعركه دلوقتي في حاله الاستقطاب والتوجيه. انا ما بقفش عند ده، انا بقف ان انا عندي قضيه عادله ولا لا، ولا دي قضيه مفتعله بالنسبه لي ولا لا، في عدوان عايز اصده عن النقابه وعن المهنه ولا لا. هي دي الاجابات اللي بتشغلني كراجل نقابي ببحث عن الاجابه عليها. لكن احنا في قانون الارهاب لما كنا بنتكلم عن حبس الصحفيين، وده كان مخالف للدستور، وخدنا مساله التعديل هذا النص، كان البعض بيصور هذا الموضوع على اساس ان احنا مع الارهاب وبندعم الارهاب وحاجات زي كده، وتحملنا لاننا نعلم تماما واجبنا وبنعمل ضميرنا مش من اجل فئه لكن من اجل الشعب المصري. انا عايز اقول لحضرتك حاجه،
مش حاسس ان انت يعني كده، هقول الكلمه بالانجليزي يعني كده اللي هي كوندسندنج، وانت انت كده يعني فيها نظره فوقيه وانت بتقول اطلاق انا بعمل ده عشان خاطر الشعب المصري؟ لا لا مش دي مش فوقيه، انت بتعمل دي حاجه واقعيه خالص. بتعمل ده لحضرتك عشان حاجة. ابناء المهنه. لا انا لا لا خالص، انا هقول لحضرتك، انا هقول لحضرتك تاريخيا، تاريخيا النقابه انشئت سنه 41، اول مظاهره شعبيه 1909 كانت مظاهره شعبيه بتدافع عن حريه الصحافه من غير وجود نقابه. الشعب المصري هو يعلم ان الصحافه دي شان يخص. قول لي تاني التواريخ. النقابه اتعملت سنه 41 واول وقبل سنه 41 في 50 سنه كان نضال من اجل انشاء النقابه، من اجل انشاء اول مظاهره شعبيه 1909 عملها الشعب المصري عشان من غير نقابه، عشان 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 حريه الصحافه، عشان يدافع عن حريه الصحافه لانه يعلم تماما انها تخصه هو. طب طيب هل احنا كنا بندافع عن حريه الصحافه في موقفنا هنا؟ فين في هذا الموقف؟ هل هو دفاع عن حريه الصحافه ام دفاع عن النقابه؟ احنا قدام واقعة محددة، الواقعة المحددة. احنا قدام واقعة محددة، خلي بالك احنا مش عايزين نخوض في القضية عشان في حظر نشر. لا مش دي مش القضية، احنا القضية دي تخص الزميلين ورقمها محدد ومعروف. تمام. وقضية حظر نشر قضية اخرى. النيابة قالت، النيابة قالت ان القضية التي المعروفة اعلاميا باسم اقتحام نقابة الصحفيين، انا مش عارف هو انهو فيهم. لا هي بتتكلم على الواقعة المتعلقة بقضية الزميلين، لكن الوقائع المتعلقه بتداعيات الاقتحام النقابه والجمعيه العموميه ومواقفنا ومطالبنا دي مش محظور فيها النشر. يعني مفيش حظر نشر في موضوع زي ده. انا عايز تسمح لي ان انا اتكلم على مجموعه من الحقائق، لان هناك مجموعه من الاكاذيب والاضاليل اللي بتروج حوالين هذا الموضوع. طبعا انت عارف حضرتك نوع من الالتباس. قبل ما تتكلم، انت عارف طبعا حضرتك ان حضراتكم مشرفينا ثلاثه من النقابه، وان شاء الله الاستاذ كارم ربنا ينفخ في صوته ويجي وتبقوا اربعه. فانا يعني بدي فرصه ان احنا نقول المعلومات. هتقولوا المعلومات من غير ما هندخل جوه الخناقه اياها اللي احنا في كل البرامج. لا 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 بس لا 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 انا متبني لا لا في هذا لا البرنامج وجهه النظر الاخرى. لا ده طبيعي، ده طبيعي مش مشكله يعني طبيعي فضل. لانه مش من وجهه نظر اخرى مش حاضره، مش حاضره. لكن بالزبط. لكن انا بقولها لكل مشاهد، وبقولها للمواطن هو صاحب حق في المعرفه، لانه الموضوع ملتبس وما يروج غير صحيح. احنا لما بقول لحضرتك احنا النقابة تم اقتحامها من 35 ل 40 فرد مسلح. اثبت. نعم اثبت. عندكش صورة؟ لا مش واحد ماسك موبايل. هقول لحضرتك حاجة. مش واحد ماسك موبايل. هقول لحضرتك حاجة. الجريمة سابقة للصورة وسابقة للموبايل وسابقة للكاميرات وسابقة الحاجات دي كلها، فده امر مش معقول. ده كلام الداخليه مش معقول. احنا هنقول لو اتنين وقفوا في الشارع حد بيصورهم، فلما 40 واحد ولا 30 واحد يدخلوا النقابه لازم يكون في واحد في الشارع يا فندم. في امن يا فندم، في 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 امن مدني كان موجود، وفي صحفيين كانوا موجودين، ودي مساله مش لان اصل احنا ما لناش مصلحه ان احنا نتبلى على جهاز مهم سيادي ممكن يحميني في وقت ما ان انا اتبلع عليه. هو مش ممكن يحميك، هو طبيعي انه يحميك. طبيعي انه يحميني. فلما احنا بنتكلم على واقع كمان، خلي بالك ايه الصدمه العصبيه اللي حصلت. حضرتك ما كنتش موجود. ما كنتش موجود فين؟ ما كنتش موجود ساعه الواقع، فما تعرفش هم 30 و40. حضرتك خدت من كلام الناس اللي حكوا لك. لا انا خدت من 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 من, من بتاع الامن او من زملاء كانوا حاضرين. تمام. المشهد، وخدت من الامن المدني اللي موجود داخل النقابه، واللي هو مهمته حمايه النقابه، لان النقابه كانت مغلقه في اليوم ده لان هو كان يوم اجازه. فالحاجه انا عايز اسبق قبل كده بس في المعلومات فيما يتعلق بدخول الزميلين للنقابه. اولا لا يستطيع اي نقيب او اي نقابي انه يمنع اي زميل انه يدخل نقابته. ولما والمساله لما حكايه الضبط والاحضار والكلام ده كله، انا هقول لحضرتك حاجه. لما انا عرفت بهذا الموضوع، انا الذي بادرت بالاتصال بجهات المسؤوله، وانا الذي قعدت مع الدخول لزميلين للنقابه. تمام. انا الذي بادرت. الان يقال انهم اتصلوا بي ليبلغوني فانا الذي رفضت، وهذا يعني طيب عكس الحقائق تماما. اتصلت بمين؟ انا مش بالاسم يعني، باي جهه يعني؟ اتصلت بالامن الوطني وبالامن القومي، واتصلت بكل الجهات المسؤوله، وقعدت مع الزميل وقعدت مع مجموعه محامين في حضره الزملاء، والزملاء قالوا ان احنا جايين نتاكد اذا كان في قرار ضبط واحضار بالنسبه لنا في النقابه
احنا جايين لتنفيذ قرار الضبط والاحضار ورتبنا هذا الموضوع وكان يوم الاحد. حضرتك عارف ان في قرار ضبط واحضار ليهم؟ لا هم انا اتصلت بالجهات. انا ما اتصلتش بالجهات، لا انا ماليش دعوه ان انا اتصل بالجهات. موضوع الضبط والاحضار ده صادر عن النيابه. الزميل ما كانش موجود في بيته، الزميل كان مش موجود في بيته، وبالتالي قوات اقتحمت البيت. لا حضرتك بتقول انا اتصلت. حضرتك اتصلت بمين؟ اتصلت بال بالامن الوطني والامن القومي. طبيعي طبعا. قبل الحدث ده ولا بعديه؟ انا قبل حدث قبل الاقتحام. الاقتحام هقول لك حضرتك حاجه من المعلومات التي تروج انهم قعدوا في النقابه 3 4 ايام. هم جم يوم السبت، تاخدوا يوم الاحد بالطريقه دي. انا كنت يوم السبت عارف. يوم السبت اتصلت اول ما عرفت بوجود زميلين داخل النقابه، اجريت اتصالات ببعض المحامين، التقينا الزملاء في النقابه في وجود محامين النقابه ومحاميهم وتداولنا في هذا الامر، والزملاء قالوا ان احنا لم نعلم ان هناك ضبط واحضار، لكن احنا هجمت بيوتنا، وبالتالي احنا جينا النقابه. اذا كان هناك ضبط واحضار يتم الاتصال من بين النقابه وبين النيابه العامه ونسلم انفسنا او ننفذ الضبط والاحضار، ده واجبنا. وبعدين دي واقعه متكرره في تاريخ النقابه مع يعني عشرات المرات. لكن حضرتك لما اتصلت بالاجهزه قالوا لك ايه؟ قالوا لك ايوه في امر ضبط واحضار، ايوه هاتهم، ايوه سلمهم. ولا شوف هقول لحضرتك حاجه، الاطراف اللي بتدعي ان احنا ما اتصلناش هم اللي اتصلوا واحنا رفضنا، احنا اللي اتصلنا وهم قالوا احنا. طبعا دي جهات امنيه، فهو طبعا عارفين موجودين من امتى في نفس اليوم، وعارفين مين اللي بيدخل ومين اللي بيطلع، وقالوا هنبقى على تواصل وهنشوف ترتيبات الموضوع ايه. وهذا ما حدش رجع تاني، اترد باقتحام النقاب، وده يؤكد ان في عمديه في التصرف ولا يوجد اي مبرر. الحاجة التانية الأهم اللي أنا عايز أقولها، بما أنه لا يوجد أي مبرر، ليه شايف أن هم عملوا ده عن عمد بما أنه ما فيش أي مبرر؟ ما هو يعني ما في يعني تقصد إيه؟ مش حالك بتقول لا يوجد أي مبرر، فبقول لك ما فيش أي مبرر. طالما ما فيش أي مبرر هو إيه؟ وأنت يعني أنا عايز أقول لك، إحنا قدام ألم كبير وصدمة كبيرة بالنسبة لجموع الصحفيين، أدت إلى أنه في نفس اليوم نزل مئات من الصحفيين من بيوتهم الى النقابه، وده اضطرني ان انا انزل عشان اكون في وسط زمايل الصحفيين. نعم. اذا لم ندرك انه هذا الامر مروع وغير مسبوق وما حصلش لا في اي نقابه ولا في نقابه الصحفيين منذ نشاتها من سنه 41 ويستوعب هذا الامر، احنا مش هنقدر نحل اي مشكله. طيب استاذ خالد، يعني النهارده احنا بنتكلم على الصحفيين، طبعا كان في اتنين موجودين. انا سالت الاستاذ يحيى قبل ما نطلع على الهواء ان واحد فيهم صحفي نقابي، واحد فيهم صحفي متدرب في جريده الكرامه، مش كده؟ ايوه، اللي هي بتاعت الاستاذ حمدين صباحي، مش دي جريده الكرامه؟ لا يعني هم دلوقتي اللي هو رئيس الحزب ولا رئيس التحرير. اللي هي يعني اشتهرت بيه الزميل سيد الطوقي. نعم. طيب دلوقتي الوضع اللي احنا موجودين فيه النهارده، وده كان سؤالي اللي انا ببتدي بيه، يعني انا بحاول استبق، معلش، اني عايز اوصل للحلول اكتر مني ان انا اوصل لاساس المشكله فين. هل في تصور حضرتك، وفي تصور انت حضرتك يعني رئيس لجنه القيد، حضرتك على اتصال دائم بقى بالشباب الصحفيين، ايه كيفيه الخروج من المأزق؟ أنا أعتقد أنه الكيفيات كثيرة، يعني أنا لا أعتقد أنه الطريق مغلق أمام الخروج من المأزق. هي المسألة بس بتدار بشكل في تعمد إساءة للصحفيين وإساءة للنقابة. يعني حصل هذا الموقف وحصل هذا الاقتحام، والحقيقة أنه إن الشق المهم في مسألة الاقتحام اللي هي حاسسة ان الصحفيين جميعا ان في جرح كبير لكرامتهم، كان الاقتحام في حد ذاته. ليه حضرتك شايف برضو ان في تعمد؟ يعني لا. ليه اشكال التعمد اللي انتوا مستشعرينها من مضايقات موجوده من الداخليه؟ كان قبلها يوم 25 ابريل كان في زملاء كلفوا من صحفهم القوميه والحزبيه والخاصه انهم ينزلوا يعيدوا يغطوا يومها مظاهرات سواء المؤيده او المعارضه. هؤلاء الزملاء تم القبض على 46 منهم. يمكن عملت مع حضرتك مداخلة وقلت لك أخلص بالهم. كان فاضل بعضهم بالليل خرجوا كمان، وبعضهم بعد يومين، وبعضهم بعد 3 أيام. فهؤلاء الزملاء تقدموا بشكاوى، هؤلاء الزملاء حضروا إلى النقابة، قدموا 15 بلاغ ضد وزير الداخلية، والنقابة انضمت ليهم قطعا في بلاغاتهم، لأنه يومها
مش بس تم قبض على صحفيين اللي منعوهم ممارسة عملهم رغم ان القانون بيفرض على رجل الامن انه يحمي الصحفي، والاعتداء على الصحفي اساسا ممارسة عمله جريمة. هو الاعتداء على اي شخص جريمة، في نص خاص موجود في القانون انه الاعتداء على الصحفي بمثابة اعتداء على موظف عام وهو يمارس عمله. النص خاص لان الصحفي مهمته الرأي العام مش موجود، الناس مش موجودة، فهو بينقل ما يحدث الى الناس، فعشان كده هذا النص. صحفيين كانوا متوجهين لنقابتهم عشان يمارسوا عملهم منعوا من دخول النقابة، وسمح لمواطنين عاديين انهم يدخلوا النقابة ويتظاهروا على سلالم النقابة. انت اللي قلت لي على الهوى، انا اللي عايز يتظاهر على سلم النقابة يتظاهر. انا ما عنديش مشكلة في انه تظاهر، لكن البعض حتى لو ضدك قطعا حصل على فكرة، حصل انه ما انت اثبتت لي ان انت كنت صح. لا حصل، انا سألتك وقلت لي اي حد ممكن يتظاهر. حصل ان حصلت مظاهرات بتصريح من وزارة الداخلية، هي مظاهرات على سلالم النقابة، يعني وزارة الداخلية اعتادت ان تعطي تصاريح للتظاهر على سلالم النقابة، وكانت ضد الصحفيين، مفيش مشكلة. وده منتهى الديمقراطية، انا بحترم رأي الناس، من حق الناس انها تتظاهر ضدي، ما عنديش مشكلة طالما ان احنا في اطار الخلاف في الرأي المشروع. يومها اتقدمت البلاغات ضد وزارة الداخلية بالحالات الثلاثة، حالات محاولة اقتحام النقابة ومنع صحفيين من دخول النقابة والقبض على صحفيين اثناء ممارسة عملهم. انه يحدث بعدها مباشرة بايام قليلة هذه الواقعة، فاعطى هذا الانطباع الى الناس ان هناك اجراء انتقامي. انه ما حصلش فور حدوث الواقعة، هو الحقيقة كمان الواقعة فيها ايه؟ فيها انك انت عندك 75 سنة منذ انشاء النقابة لم يحدث هذا. حدثت حالات مماثلة كان بيتم احتوائها في اطار القانون وفي اطار الدستور، لا حد فوق القانون. من تطلبه النيابة العامة يتوجه الى النيابة العامة ويمثل للتحقيق، هذه مسألة منتهية. أنت لا تبحث على الإطلاق عن ميزة في هذه المسألة، أن جميعنا مواطنين وجميعنا نلتزم بالقانون ونحترم القانون. لكن كان بيحدث دائما كان في هذا التقدير السياسي أن تحافظ على هذا المكان، أن هذه مؤسسة ملك للشعب المصري وأحد مؤسسات الدولة المصرية، فبتحافظ على هذه المؤسسة تسير الإجراءات وفق القانون، من هو مطلوب للوصول أمام النيابة يمثل إلى النيابة. لكن حدث في هذه المرة هذا الخرق غير المسبوق طوال 75 سنة. بعد اللي كان حصل يوم 25 ادى ده انطباع لدى الصحفيين، وفيهم قطاعات واسعة من الشباب زي ما حضرتك ذكرت وانا رئيس لجنة القيد، فادى هذا الانطباع ان هناك تعمد وهناك محاولة لإهانة هذا المكان وإهانة من يمارسون هذه المهنة. ده اللي اثار حالة الغضب. البحث عن حلول، انا اعتقد انه على الاطلاق لا يمكن أن تكون الطرق مغلقة أمام الحلول. نقابة الصحفيين هي مؤسسة من مؤسسات هذه الدولة المصرية، وزارة الداخلية أيضا مؤسسة من مؤسسات هذه الدولة المصرية، واللي حضرتك ذكرته في البداية حقيقة كلنا مصريين وكلنا أبناء هذا الوطن وكلنا حريصين على مصلحة هذا الوطن، وليس من مصلحة هذا الوطن ولا مصلحة النقابة ولا مصلحة الداخلية ولا مصلحة أي مواطن أن الأزمة تترك لكي تتصاعد أكثر. ولا حتى أننا ننشغل قوي، يعني متهيألي كده داخلين في أسبوع أهو، يعني كويس قوي، لابد اننا نكون بنوصل للحلول. يعني بما اننا بنتكلم على اندفاع الشباب استاذ محمد، واحنا بقى احنا عواجيز المهنه وانت الشباب اللي موجود وامين الصندوق، مش قوي لا، يعني خلينا بجد، يعني احنا مش عايزين نوصل لحاله الانقسام اللي موجوده في المجتمع. الانقسام ما بقاش بس موجود في المجتمع، الانقسام موجود في الجماعه الصحفيه نفسها، الجماعة الصحفية جواها، وانت اكيد حضرتك عارف ان في ناس مع وناس ضد، ومش قادر احدد ارقام هنا ولا ارقام هنا، لكن هنقول المبدأ بقى موجود في قضية زي كده. هو ده الواقع. لا يا فندم، لا غير صحيح. غير صحيح طبعا. ادخل تليفونات الصحفيين؟ يعني دخل تليفونات، ما احنا عارفينهم، احنا زملاء عارفين بعض، بس ما فيش انقسام. يعني هل حضرتك متوقع ان في كام واحد؟ شوف يا فندم، شوف حضرتك في حاجة اسمها ارادة صحفيين. ارادة صحفيين دي متمثلة في لقطه كانت موجوده امبارح، دخل على الاقل النقابه في وسط حصار امني 5000 صحفي. لو كان بشكل طبيعي كاد كل اعضاء النقابه يكونوا في موجودين في نقابته، لكن لما يبقى فيه بعض الزملاء لهم اراء مخالفه ليهم، ونحن نرحب بذلك ولا ندخل في خلفياته، لكن ليس هذا انقسام على الاطلاق. انت ليه عايز تخون اي واحد؟ لا انك قلت خلفياته، بس انا بقول لك ما كانت كلمه خلفياته دي على طول تبقى لا مش انا ما اخونش حد، لا ما اقدرش اخون زميل. احنا في نقابه راي ونقابه تعبير، صح، ونقابه تعدديه ونقابه تنوع ونقابه قبول الراي الاخر، لكن انا بقف عند تعبير انت قلته ولا يجب ان يمر. ما فيش حاجه اسمها انقسام على قضيه
في متعلقة بكرامة الصحفي ومهنة الصحفي. بس أنا احنا امبارح دعونا لاجتماع مع الجمعية العمومية، فخلينا نتكلم على الناس اللي جت دي هي بتمثل الجمعية العمومية بتاعتنا. لم يكن هناك انقسام في وجود الجمعية العمومية امبارح، يعني كان ممكن اذا كان هناك من له راي مخالف واذا كانت اعداد كبيره زي ما حضرتك بتقول او ما البعض ما انا هقول لك الارقام خليني بس اقول القيد والكلام كان هيظهر امبارح لو كان في انقسام زي البعض ما بيروج كان ظهر امبارح في الاجتماع. يعني اذا كان موجود امبارح 4000 5000 6000 العدد موجود كان ظهر في انقسام، كان يبقى في مع وفي ضد. انما احنا امبارح على فكره كمان وان في بعض القرارات ازدادت كمان حده برغبه من الناس اللي كانت موجوده امبارح في المسرح الكبير بتاعنا. طبعا فرضت علينا احنا كمجلس حتى واحنا واقفين، يعني واحنا واقفين بندير الاجتماع. لكن احنا عايزين نحط خطوط عريضة. اولا فكرة البعض تشويه المجلس بان احنا بنسعى لتسييس القضية، ده غير موجود جوانا كمجلس. نحن نرفض تماما تسييس هذا، مش تسييس لكن لما نرضى تطالب بتضامن، لما تطالب بتضامن المنظمات الصحفية والنقابية اللي موجودة في الخارج. احنا ما طلبناش تضامن حد، لا ده كلام الاستاذ جمال عبد الحي. الناس هي لا احنا في قرارات الجمعيه العموميه ادانا تدخل كيري. لا ما هو تدخل كيري انا لكن لما اتكلم عن المنظمات معنيه بحريه التعبير وحريه الصحافه. استاذ اسامه نقابه الصحفيين خطوه تصعيديه سريعه جدا. نقابه الصحفيين لا تستقوى بحد بره، نقابه الصحفيين قويه باعضائها وباعضاء الجمعيات العموميه. لا احنا مستنيين حد من بره يقوينا ولا احنا مستنيين حد من بره يوجهنا، ده بالنسبه لنا مرفوض تماما. ففكره تسييس القضيه او من سمحنا لأي طيار سياسي انه يركب على ازمتنا ده كلام مش موجود على الاطلاق، لا من المجلس ولا من الجمعيه العموميه امبارح. وكان في حرص من الجمعيه العموميه قبلينا برفض اي هتاف سياسي او اي هتاف يظهر ان هناك ان احنا مخترقين امس. حتى ان بعض الزملاء اللي ظهرت في قنوات الاخوان الجماعه الارهابيه احنا اخذنا قرارات النهارده في المجلس بتحويلهم للجان تاديبيه. لا ده احنا هنيجي لوحدها، مش اللي ظهروا في القنوات، هنظهر القنوات جت ازاي. طب هنتكلم فيه. معلش مفيش قناه دخلت الا احنا ما دخلناش حد على فكره. التصريحات لا دخل الجزيره لا 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 دخل مفيش حد. انا راجل تلفزيون النقابه المحاصره اللي بيدخل كل واحد معاه كرنيه واحيانا ما يدخلش. استاذ يحيى بس عشان انا بتاعت حاسب على مين بيدخل ازاي، انت راجل اعلامي وعارف مين يصور ازاي ومين يعمل ازاي. اولا في ناس بتسالني انا اتحاسبني انا على ده قصده لايف، يعني ده في اس جي لا 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 ده سكايب. في بعض الناس ممكن تخترق وبالايباد يقدر يصور بالسكايب ويبعت. لا الكواليتي اعلى من ممكن كتير. حد يندس باسم قناه ثانيه ويعمل ده، لكن في النهايه اللي دخلت القنوات من خلال الامن اللي موجود. احنا كنا محاصرين، مش احنا اللي بنقول مين يدخل ومين ما يدخلش. احنا دخلنا بكرنيهات نقابة الصحفيين، لكن كل القنوات اللي دخلت دي من خلال رجال الامن اللي محاصرين. الا اذا كانوا من اعضاء النقابة وهم بيشتغلوا في قناة الشرق والجزيرة. اللي بيشتغل في قناة الشرق او ظهر في قناة الشرق احنا اخذنا قرارات النهاردة بتحويلهم للجان تأديبية. دي هنتكلم فيها بعد شويه زي ما انت بتقول. لكن انا فكره التسييس، فكره تشويه المجلس بهذا الشكل، دي بالنسبه لنا فكره مرفوضه تماما. احنا قضيتنا قضيه نقابيه، قضيه مهنيه من الطراز الاول والاخير، يعني مناش قضية تانية. احنا بعيد بقى عن التفاسير القانونية، هل الاقتحام جائز ولا مش جائز والنيابة تقول كذا واحنا عندنا في القانون بتاعنا كذا. سيبك من كل التفاسير القانونية، انا مش هتكلم بالتفاسير القانونية، لكن في النهاية في رمزية لنقابة الصحفيين. يعني يجب على الدولة ان هي تسعى لاستمرار هذه الرمزية واستمرار هذه الهيبة من اجل حرية الرأي. واحنا يعني احنا رئيس الجمهورية دائما يتحدث عن حرية الرأي، والبعض بيحاول يزج بينا احنا في صدام رئيس الجمهورية، ده غير صحيح. بس هو انا مفيش قضية حرية رأي يا استاذ محمد. من رمزية نقابة الصحفيين يا استاذ اسامة، نقابة الصحفيين دي نقابة الحريات، نقابة حرية الرأي والتعبير. انا كنت اسمع ان نقابة الحريات هي نقابة المحامين. ونقابه الصحفيين لا تمام، بس يعني كلمه نقابه الحريات بسمعها عن نقابه المحامين، هم جيرانكم صحيح. ونقابه الصحفيين احنا اولا كلمه النظره الفوقيه نقابه المحامين ونادي الاوضه بالظبط. بص ان كلمه النظره الفوقيه احنا ملناش نظره فوقيه، احنا ابسط من اي حد موجود في الشارع المصري على فكره. الصحفي ده ابسط من اي حد، بس الصحفي دايما قيمته في كرامته وكبرياء. الصحفي ده ممكن ما يبقاش يجيبه 5 جنيه على فكره، وكلنا اجرنا يعني كحيانه يعني مقارنه بناس كتير جدا. لكن احنا دايما قيمه الصحفي في كرامته وكبريائه، اذا كنت دي كمان هتتكسر يبقى الصحفي لا قيمه له. بص بلا شك خليني بس انا عايز ارد بس على كلمه التربص. هقف عند دي بس عشان بس اقول ستيتمنت يعني. اتفضل. بلا شك كرامه اي زميل في الصحافه هي من يعني خلي بالك انا فريق اعدادي كله صحفيين من الصحفيين طبعا
قبل حضرتك اصدقائي من الصحفيين. فبالتالي انتم اصدقاء ليا، احنا مش بنلتقي الاول مره. معظم مقدمي البرامج من الصحفيين. لا دي مشكله كبيره بقى تانية يعني عايزين نغيرها، مقدمي البرامج الصحفيين دي. لكن يعني اكيد بضم صوتي لصوتك، كرامه الصحفي وكرامه المواطن المصري طبعًا. على راسنا طبعًا. كلنا من فوق طبعًا. تمام طبعًا. فهنا فينا انا بس في نقطه يا استاذ يحيى، عشان هو الاستاذ اسامه سالك عليها، فكره انت احساس التربص الداخليه بينا جه منين؟ يعني هو النقيب لما عرف الواقع وحصل لقاءات بينه وبين المحامين وبين الاثنين اللي كانوا موجودين، اجرى اتصالاته بالجهات اللي قال عليه فطلبوا وقت وهيردوا عليه، ما ردوش، وتاني يوم حدث الاقتحام. يعني اذا كانت النقابه بدرت بدون بشكل رسمي، يعني مجرد علم النقابه من خلال النقيب واجرى اتصالات بالجهات دي، بيؤكد حسن نوايا النقابه في الموقف. تاني يوم فوجئنا كلنا، اللي كان هنا واللي كان هنا واللي كان هنا، فوجئنا بهذا الاقتحام دون سابق انذار ولا سابق معرفه ولا سابق شيء. يعني هل النقيب لو كان يعلم بهذا الامر كان هيترك النقابه تقتحم؟ نقيب الصحفيين ولا نقيب الشرطه اللي نقيب اتصل بيه؟ نقيب لا، النقيب اللي هو اتصل بيه او المسؤول اللي اتصل بالنقيبه وطلب مهله ويرد عليه، لكن ده ما حصلش. احنا فوجئنا تاني يوم بالاقتحام. من هنا جالنا الاحساس بان ده رغبه في كسر انف الخط الصحفيين، وده شيء بالنسبه لنا. ليه الدوله تبقى عايزه تكسر انف الصحفيين؟ التفسير مش عندنا، التفسير عند من فعل ذلك. الصحافه تدعم الدوله. احنا الطرف المعتدى عليه يا استاذ اسامه في هذا الموقف، اللي يرد الطرف الاخر مش احنا. احنا احنا جايين معتدى علينا، فلا يعني مش عايزك تلبس ثوب المحايد في ال. لا انا مش لابس ثوب المحايد، انا لابس ثوب اللي ضدك. يعني املاء ولا ضدي ولا محايد. احنا يعني معتدى علينا وبنتكلم بالصفه ديت، ولازم هي اذا كنت هتبتدي الثوب اللي ضدنا ليه ما بلغتش النقابه ان انت جاي بكره؟ جزء من يا استاذ اسامه، جزء ده سؤال مطروح. جزء من عدم الوصول لحل حقيقي لهذا الموضوع هو حاله الانكار. وانت اتكلمت في حاجه مهمه، انت بتتكلم، انت اتكلمت على كلام الرئيس ان احنا نتجمع ولا نتمزق، وبنتكلم على مشروعات قوميه كبرى احساس الناس بيها باهت او كده، بنتكلم عن تحديات خارجيه بتواجهنا. ففي ظل ده كله احنا عايزين كمان الداخل ما يبقاش بؤر التوتر، ما تبقاش لا تزيد يعني، لكن ان انا ااجج. طب اكلم الاستاذ يحيى، ده لمصلحه المصلحه. وبعدين اكلم الاستاذ يحيى قلاش بصفته ليست الصحفيه ولا كنقيب، انا بكلم كمواطن بس كمان. اكلمك بقى دلوقتي كاستاذ يحيى قلاش المواطن المصري اللي عنده خبره في الحياه وعديت فيه الكثير من الامور. لما لقيت المشاعر تأججت كده عند الشباب الصغير، ما كنتش شايف ان انت تقولهم طب اهدوا هنقعد مع الناس ونشوف الموضوع ده يحصل ازاي وحصل ازاي ونحله قبل ما نلاقيه يوم الحد بعد ما حصل الموقف ده بساعتين ثلاثة لقينا الدنيا كلها انفجرت، حتى من قبل حضرتك كنت عندك خبرتك في الحياة الكبيرة اللي خليك تقول طب اهدوا يا جماعة. ده اللي بنعمله لما نلاقي خناقة، حتى نهدى يا جماعة نشوف سبب الدنيا دي ايه، نعرف مين اللي مخطئ ونتكلم معاه. وتروح حضرتك او تطلب ان انت تقعد مع وزير الداخلية او مع النائب العام او حضرتك بتكلمني وكأنك يعني في مختبر في معمل وقاعد. ما حصلت لنا مواقف كتير. لا 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 حصلت لنا مواقف كتير. خالد اشار الى الى سو الى الى مقدمات لهذا الامر. هذا الامر لما تيجي انت في حاله صدمه بتعمل حاله صدمه لجهاز عصبي، مش هتقعد رد فعله وتقعد تقننه وتاخده بهدوء زي ما انت السيناريو اللي انت انا كان كل اللي انا اقدر اعمله ان انا انزل من بيتي في يوم اجازه مضطر لما لقيت فيه مئات ده قرار من الصحفيين سبقوني عشان اكون في وسط زمايلي عشان النقابه ما يحصلهاش اي بس مش عشان نطلع نقول هتاف بس عشان لا, لا, لا انا ما بهتفش لا لا يا استاذ يا استاذ يا استاذ اسامه انا بس عايز اوضح حاجه. فكره اولا انت بتتكلم عن نقيب صحفيين، اولا انا بقالي 30 سنه داخل النقاب، بتتكلم عن شخص مسؤول وشخص عاقل ويصور الامر لينا كلنا كمجلس، وانا في مقدمتهم شيطنه صوره النقابه ومجلس النقابه ونقيب الصحفيين. نقيب الصحفيين اللي اتشرف بان هو قاعد على مأدوبه غداء الرئيس في اخر مره التقينا فيها وكنت انت موجود هناك، واللي قاعد على مدى سنه يواصل الحوار مع كل المؤسسات الدوليه. بس حضرتك اللي كنت قاعد على ترابيزه السلام. انا بتكلم، انا بقول انا اللي اتشرفت. كنت قاعد على مع نقيب الاطباء. واخد بالك؟ مع واللي بندير حوار مسؤول
مع كل المؤسسات الدولة من أجل مصالح الصحفيين ومصالح البلد الآن يتحول إلى 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 شيطان. لا 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 بس بس حول حضرتك بقول لحضرتك لا يرضينا لا يرضينا وضابط في الأمن الوطني يكتب تقرير تحريات يقول فيه انه نقيب الصحفيين يأوي مجرمين داخل النقابه والمطلوب للعداله ويطلع ده في بيان عشان تصل لي رساله يعني من شخص عاقل ده يليق ده يليق في اداره ازمه انت بتنكر ان في حاجه حصلت. طب ليه حضرتك مش مختصم النيابه العامه اللي هي قالت كده؟ نعم يعني النيابة العامة هي اللي قالت احنا كده. احنا ليه, احنا ليه مختصم احنا الشرطة احنا كل مش النيابة. احنا كل لا يعني انا عايز اطلع قرار ضبط واحد انت مواطن مصري انت مواطن مصري لعلك ليتك اتيت الى النقابة خلال الاربع ايام اللي فاتوا لكي ترى ان نقابة الصحفيين وهي نقابة الرأي بلاش الحريات عشان نديها للمحامين لان احنا جيران نقابة الرأي واخد بالك المحاصرة وانت راجل بتاع ميديا وبتاع اعلام والصورة دي يتقال بها ايه بره في التوقيت ده وليه ايه ما هي المصلحة ما هي الرسالة مفيش مصلحة مفيش رسالة هترك مشكلة قضايا مصر هترجع مرة تانية الملتهبة لمعالجات امنية ما ينفعش. ما احنا عشان كده احنا بنتكلم عشان كده انا مهارس. عشان كده كمان انا عايز اقول لحضرتك حاجة الفترة الاخيرة فترة الاحتجاجات الاخيرة ديت والجيل اللي انت اشرت ليه في مقال النهاردة في الوفد قلت ازاي الاجيال اتغيرت وبتوع الستينات شكلهم ايه والتسعينات ودلوقتي شكلهم ايه ودي حاجة مش عارف مرجعك ايه في الموضوع لكن لان انت مسكت حاجة احنا كلنا حسينا يعني خاصة جيلي انا ولما بشوف الاجيال الموجودة دي وقلت لرئيس الوزراء في اخر مرة التقيته فيها قلت له النقابات المهنية لازم يعنينا عليها لانه هناك اجيال اتت من الميادين السائرة إلى النقابات دلوقتي بأعضاء في النقابات وبالتالي ده كمان لازم ناخد بالنا منه من أشياء كتيرة واخد بال حضرتك فما ينفعش في المناخ الملتهب ده وقضايا ضبط وقرارات ضبط وإحضار لصحفيين ومهندسين وأطباء طيب خلينا ودكاترة لأن حضرتك أصرت نقطة ومحتاج علاج مهمة جدا يعني ده محتاج علاج مش أمني ده محتاج علاج سياسي الداخل لابد إنه ما يبقاش مؤجج وملتهب طول الوقت احنا اصل ده على حساب مين موافق احنا عايزين موافق. عايزين عايزين بس انا عايز اعرف نتجمع ولا نتمزق ان هم جم من الميادين الى النقابات استاذ خالد بما انك انت اللي عارف كام واحد في الخمس سنين اللي فاتوا هو بيدخلوا من النقابه بس بيدخلوش الميادين عشان ما لا لا كام واحد دخلوا النقابه يعني كم واحد دخلوا النقابه في الخمس سنين اللي فاتوا يعني بتتكلم ما بين 2500 ل 3000 صحفي ده حوالي 30% من الصحفيين 30% دخلوا النقابه في خلال خمس سنين يعني في مقابل ال 70% التانيين دولت كانوا يعني الاجيال المختلفه اللي انت كتبت عنها وكان ما فيش في النص هذا ان يدخل 3000 في خمس سنين صح؟ اللي حصل في الفتره الاخيره انه اعداد الصحف زادت جدا اعداد اللي بيشتغلوا في المهنه زادت جدا مع انكم مش معترفين بالصحافه الالكترونيه لا ما هو الصحافه الورقيه جزء موجود معظم مع انكم مش معترفين لا معظم المواقع الالكترونيه الكبيره معظمها بتصدر صحف ورقيه فمعظمها بيدخلوا النقابه ما فيهاش مشكله يعني هو التعديل الجديد اللي هيبقى لانه بحيث يتماشى مع الدستور انك انت تدخل الموقع الالكتروني فقط لكن كل المواقع الالكترونيه الكبيره اللي عندها صحف ورقيه كلها بتدخل النقابه فده كمان يعني الزيادة الكبيرة في هذه الأعداد هذه الصحف كان السبب الرئيسي في زيادة أعداد الشباب اللي التحقوا بالنقابة زي ما بقول لحضرتك في خمس سنين تقريبا بتكلم عن 30% من أعضاء الجمعية العمومية. طيب يعني احنا عندنا زيها زي مصر كلها عندنا يعني يمكن وهو نسبة الشباب في البلد كلها طبعا يعني نسبة طبعا وامبارح هي القراية للحاله بتاع الجمعيه العموميه 80% مش تفسر يعني مش احنا كمان كمجلس نقابه احنا كمان بقينا في قدام حاله احنا بقى مضغوط علينا مش يعني احنا كمان بقينا عندنا مشكله كبيره يعني ان الجمهور حضر يعني نقول يعني التباطؤ في اتخاذ قرار انا ما خرج من المجلس كان بسبب ضغوط لا مش خارج من المجلس لا ما خرجش من المجلس
ما خرج من المجلس ممكن يبقى سقفه أقل من كده، لكن ما خرج من جموع امبارح هي التي فرضت هذا السقف. هو امبارح دي جمعية عمومية؟ لا امبارح يا أستاذ أسامة عشان بس ايه برضه في 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 المعلومات، امبارح مفيش ديمقراطية عندكم في النقابة الناس دي ما بتتكلمش؟ لا 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 طبعا كلهم أساتذة أفاضل يعني وبالعكس يعني. لا احنا لما دعينا احنا قدام حالة ملتهبة وغير مسبوقة في النقابة. احنا انا يعني يمكن يعني اكبر من زملائي وقدامهم وشفت حاجات كتيرة موجودة داخل النقابة، انا لم ارى هذه المشاعر ورد الفعل داخل النقابة لأول مرة برا هذا الأمر. احنا ما كانش ينفع ننتظر عشان نعمل جمعية عمومية اللي هي زي بتاع الانتخابات يعني عمومية طارئة، لانها ممكن تعملها بعد 15 يوم، تحتاج اجراءات اصلا زمنية. فاحنا دعينا الاجتماع لاعضاء الجمعية العمومية مفتوح، لكن من حضروا يتجاوزوا الجمعية العمومية النصاب بكثير. هو ده الموضوع. فهنسميه ايه بقى؟ نسميها احمد، نسميها محمد، هو بني ادم وخلاص اتولد وفرض رأيه وفرض كلمته ووصل رسالته. عايز أعرف إذا كنا نقول أنه ليس هناك انقسام في الجماعة الصحفية، إيه موضوع جبهة تغيير المسار اللي هتجتمع يوم الحد في الأهرام؟ أنا لو حد عايز يرد، أنا يعني عايز ترد ولا أرد أنا؟ طب اديهم فرصة يردوا. بقى يرد بقى خالد. خلاص تفضل تفضل أستاذ خالد. أستاذ محمد، جبهة تغيير المسار دي أخبارها إيه؟ يعني مجموعة من الزملاء لديهم رأي أنه ما حدث من زملائهم في الجمعية العمومية للنقابة يعني هم أجزموا السبت ولا الحد؟ جزء كبير أعتقد الحد. جزء كبير من طلباتهم لا تعبر عنهم، من حقهم أنهم يجتمعوا، من حقهم أنهم يعبروا عن ما لديهم من آراء. نحن نقابة رأي، احنا يعني بندافع اصلا عن حرية الرأي. مش ده مش يعني مش ده اللي هو اللي انا بقوله بقى هنا شق الصف الصحفي؟ لا ملوش. طب اسمح لي بقى ارد يعني زي ما قال خالد، احنا بنحترم احنا نقابة تنوع يعني وتعبير ورأي يعني. وانا بدعي زمايلي اذا كان عندهم ما هو جد فعلا ويستحق تغيير المسار فليأتوا إلى النقابة ويعقدوا اجتماعهم في نقابته. لماذا الأهرام ولماذا الآن ولماذا على هذا النحو؟ مش يمكن مش يمكن عشان خاطر النهاردة ابتدوا يسمعوا إن في فلان الفلاني اتحط في القائمة السوداء. أنا سمعت الأستاذ مكرم محمد أحمد. لا 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 عايز أقول القائمة السوداء ملهاش علاقة بأي زميل صحفي، والمضللة التي تروج لشيطنة مجلس النقابة وصورة نقابة الصحفيين. لم أمال مين اللي حط القائمة السوداء؟ مفيش قائمة سوداء. يعني القائمة السوداء عندما تم اقتراحها على الإطلاق لا تتعلق بأي زميل صحفي. أي زميل صحفي من حقي أن يتخذ ما يراه من موقف. لا النهاردة أنا قاريها على بعض المواقع قائمة سودة فيها الأستاذ مكرم وفيها الأستاذ اجتهادات من بعض البشر أو بحد رأيه. بيكتب حاجة عشان يعمل عشان يعمل انقسام على لا 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 على موقع بتاع جورنال أستاذ أسامة. إحنا أستاذ أسامة إحنا لنا أستاذ أسامة إحنا لنا أدبيات يعني جزء من قيمة النقابة انها رغم التغيير الكبير والشبان اللي هم بقوا لهم سلوك مختلف لكن في ادبيات ما زالت راسخه داخل. لما قال الاستاذ مكرم تبقى انت موجود للوساطه، قال لهم انا بعد ما اتشتمت. لا ده موقف استاذ مكرم، ده موضوع تاني. بس مش موقف من لا 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 اتشتم من مين؟ اتشتم انت يا استاذ اسامه. اتشتم من مين؟ خليك معايا اللي انا عارفه كده. لا حد في المجلس يا استاذ، خليك تحاول عليا زميل جايين ولا بره المجلس. انا اعتبره ممثل جايين هذا البرنامج عشان نوصل لحل، لان ده برنامج انا بتصور ان انت بتديره بعقلانيه واحنا جايين نصحح فيه معلومات. تمام، لكن هقول لك المعلومات عشان نصحح. هذا الكلام غير صحيح بالمره، وبقول لحضرتك احنا لنا ادبيات موجوده ان احنا في معاركنا الكبرى لا ندخل في قضايا فرعيه ولا نخصم بعضنا ولا اي حاجه. طب انا ازمه القانون 93 لسنه 95 يعني شوف من كام سنه رفضنا فكره القائمه السوداء بالنسبه لمن اختلفوا. ولما بدات الازمه دي وقتها كان في بدا في الكتابه انه في اراء واراء اخرى منقسمه، ثم الجماعه الصحفيه لما بدات تستوعب الامر وتشتغل
كان في وحده، لكن كان في اراء ما زالت قله موجوده. لكن انا بقول حاجه، في فرق بين الاختلاف والتنوع على ارضيه حمايه نقابتنا ومهنتنا، لان احنا لوحدنا كمجلس مش بننفرد بده ولا اي حد ينفرد الجماعه الصحفيه. اذا كان هناك لاي زميل داخل الجمعيه العموميه وجهه نظر حقيقيه في مسار اخر مكانه اللائق به هو النقاب، يعني نقول للناس القائمين على 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 موضوع تصحيح المسار دعوه من النقيب ومجلس النقابه ان تنعقدوا او ينعقد اجتماعكم طبعًا. لو اذا كان الامر هو نقابتكم وليس طبعا ونحبه كمان في حضورنا ما عندناش بنفس احنا مش هنختلف على قضيه محل اجماع، لكن كيف تعالج؟ احنا في خمسه في القضايا اللي قبل كده، هل الجماعه الصحفيه وهي بتعالج ازمه كبرى علاجها بيبقى في رؤى موجوده، والحوار بين الجماعه الصحفيه هو اللي بيخلق التوصل الى حلول. مش معقول هو هيبقى هو مع اقتحام النقابه وانا ضد اقتحام النقابه. اصلا انا شايف ناس كان عندها مواقف متشدده وقويه وفجاه تراجعت هذه المواقف. خليني اقول بالاسم، يعني مش ندير الاستاذ ياسر رزق، الاستاذ اسامه هيكل، كانت مواقفهم كانت حتى افتتاحيه الاهرام امبارح كانت مختلفه، ولذلك اتقال ان رئيس تحرير الاهرام اصبح في القائمه السوداء. حاله البلبله بقت وصلت جوانا، هو يعني لا يمكن حد يقدر يحط اعتبر نفسي منكم بعد اذنك واقول جوانا لا يمكن حد يحط رئيس تحرير الاهرام في القائمه السوداء، لكن ربما يكون الاستاذ ياسر رزق في قرار معين شايفه مبالغ فيه، وقرار جمعيه عموميه في الاخر بالنسبه لنا احنا كمجلس. حتى انا لسه بنقول لحضرتك احنا كمجلس في الجمعيه امبارح ان في بعض القرارات تشددت برغبه من اعضاء الجمعيه العموميه، لكن الاستاذ ياسر رزق او احنا اتفقنا ان مش الجمعيه العموميه، الاستاذ اسامه هيكل اعضاء جمعيه عموميه، اعضاء جمعيه عموميه، هو في الاخر عادل اللي موجودهم اعضاء جمعيه عموميه، يعني اصل الجمعيه العموميه فاقول لك ان اصل احنا مش بنتكلم بس اصل النصاب، احنا مش عايزين نتكلم بالشكل القانوني واللوائح والروتيني عشان وكان هناك يعني احنا بنعمل حاجه خارج القانون واللوائح، ده مش سليم يعني. لكن الاستاذ ياسر رزق او الاستاذ عبد الهادي او اي استاذ اسامه هيكل طبعا صديقنا العزيز لا يختلف معانا في فكرة رفض كامل لاقتحام نقابة الصحفيين، هو ده أصل الموضوع. لا يستطيع أي صحفي، ربما يختلف معانا رأيه مع الناس اللي انعقدت امبارح في قرار من القرارات، ربما شايفه أنه متشدد أكتر من اللازم، وجهة نظر نحترمها طبعا، عندنا أراء في كافية المعالجة، لكن لا يمكن يختلف على مضمون الموضوع. مش لا يمكن حتى الزملاء الأفاضل بتوع تصحيح المسار لا يمكن هيختلفوا على فكرة رفض اقتحام نقابة الصحفيين. احنا في المجلس نفسنا بعض الناس ممكن تكون متشددة شوية، بعض الناس ممكن شايف الموضوع كذا، لكن لن نختلف على فكرة ان اقتحام نقابة الصحفيين حدث بالنسبة لنا جلل كمجتمع نقابة الصحفيين. اخد خطوة لقدام واروح للمبادرة اللي طرحها الاستاذ مجدي جلاد امبارح، هو بيقترح تشكيل لجنة حكماء تمثل الصحفيين والحكومة والبرلمان بدون ان يكون احد اعضاء اللجنة طرفا في الازمة، فيتم استبعاد وزارة الداخلية ومجلس نقابة الصحفيين من تشكيل اللجنة، ويحل بدلا منهم عدد من شيوخ مهنة الصحافة وعدد من الوزراء بعيدا عن وزارة الداخلية، بالإضافة إلى 3 أعضاء من البرلمان، وتصبح توصيات لجنة الحكماء ملزمة لجميع الأطراف لحل الأزمة في أسرع وقت. يعني طب اسمح لي ارد يا استاذ يحيى بعد اذنك ارد بس في دقيقه. اولا مجلس نقابه الصحفيين هو الذي يدير نقابه الصحفيين، هو المنتخب لاداره شؤون الصحفيين وقضاياهم وهمومهم ومشاكلهم وازماتهم، ففكره انك تنحي مجلس نقابه الصحفيين وتيجي لجنه من الحكماء او اي مسمى، يعني دي فكره طبعا مرفوضه تماما بالنسبه لنا، احنا مش قاعدين منظر يعني. انما احنا ما عندناش حتى لو كان في ذلك سبيل للحل، نحن نتشاور مع اي شخص، وعلى فكره لم تغلق هواتفنا امام اي شخص بيتوسط، ما حصلش. وقبل انعقاد اجتماع الجمعيه امبارح على فكره كان بعض الاشخاص بتحط افكار وبتحط وسطات وبتحط حلول ومدينا ايدينا، احنا مدينا ايدينا لكل الافكار، والنهارده التقينا بعدد من نواب البرلمان، مدينا ايدينا بس كالعاده ايدينا دايما بتشتغل متاخر، المجلس القومي لحقوق الانسان لجنه يعني معلومات، يعني مش لجنه وساطه، وهو المهم ان المعلومات تبقى مطروحه بشكل حقيقي، لان انا بيؤسفني انه بعض المعلومات غير الصحيحه اللي بتروج بتبقى موجوده في بعض الجهات المهمه
اللي ممكن تبقى صاحبة قرار حقيقي في ازاله الازمه. ما يمكن عشان فقدنا اعصابنا لما الناس مش في تواصل، مش في حاجه اسمها تواصل وفي مشاكل بدون اعصاب. لما بنفقد اعصابنا والدنيا فقدناها ازاي؟ الدنيا مش هاجت في الاربع ايام اللي فاتوا دول. هاجت مين اللي هاجت الدنيا؟ يعني انت بتسيب، لا لا مش بسيب، في واقعه حصل، في واقعه حصل. احنا بنحاول قدر الامكان. استاذ اسامه، الواقعه دي حصلت يوم ايه؟ يوم الاحد. اغضبت الصحفيين. اجتماع عقد اجتماع الجمال العموميه كان يوم ايه؟ يوم الاربعاء. طيب الحد وبقيته الاثنين والثلاث حتى موعد الجمعيه يوم الاربعاء، احنا مدينا ايدينا لاي لقاء؟ لم نرفض اي لقاء، واي وساطه كانت بتصل بالنقيب او بالاستاذ خالد او بي او باي زميل في المجلس محدش فينا ابدا اغلق الباب، بالعكس. لكن كان هناك تباطؤ من الناحيه الثانيه، لازم عشان يحصل حل لازم يحصل جلوس ولازم يحصل تنازلات ولازم الناس ان الاطراف الاخرى تبقى عارفه ان نقابه الصحفيين اهينت بهذا الاقتحام، مش هنطفي راسنا في الرمل يعني. طيب بص، عايز اقول حاجه هنا يا استاذ اسامه، يعني من المهم انها تتقال، يعني انه لم نغلق الباب على الاطلاق امام اي وساطه، ولم نرفض على الاطلاق اي وساطه، ولم نرفض على الاطلاق اي محاولات للحل، وحتى الان بالعكس، وحتى الان طبعا نحن حريصين على سرعه حل هذه الازمه. يعني زي ما قلت لحضرتك، النقابه جزء من هذه الدوله، ووزارة الداخلية جزء من هذه الدولة، النقابة تاريخها كله وطني، النقابة تدافع عن قضايا هذه الدولة وعن مؤسسات هذه الدولة، الدولة بتاعتنا كلنا، والدولة في ظروفها الحالية نحن حريصين على ألا تعيش وتنشغل كثيرا بهذه الأزمة، لكن في الحقيقة لم يحدث تحرك جاد لحل هذه الأزمة، يعني لم نرفض اي تحرك، لكن في الحقيقه انه لم يحدث تحرك جاد لحل هذه الازمه. اعتقد ان في اشكاليه هنا، الاشكاليه يمكن عشان المطالب، سقف المطالب المرتفع جدا ما حصلش لسه. كان السقف احنا بنتكلم من كل الكلام ده من اول يوم، احنا كنا الكلام من يوم ده من يوم الحد طلعتوا على الهواء وطلبتوا باقاله حتى وزير لو كان هذا الكلام حدث، لكن في النهايه قبل عقد الاجتماع الجمعيه. استاذ اسامه، نعم، موضوع مطلب وزير الداخليه لازم نشوف الموضوع بطريقه ارجو انها تبقى مختلفه، يعني ما تاخدش الموضوع انها في خناقه داخل النقابه مع وزير. انا بتكلم بمنتهى الصراحه، انا بتكلم على البلد كلها، وانا يعني كلنا قلبنا على البلد كلها. المعالجات الامنيه في الفتره الاخيره من قضيه لقضيه 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 لحاله 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 من نقابه لنقابه لنقابه، هل هذا لا يستدعي تدخل؟ هذا لا يستدعي تصحيح مسار؟ او ده بقى تصحيح المسار الحقيقي اللي بيتعمل في الاهرام ده، اللي بيتعمل يعني ده تصحيح ده يتعمل في الاهرام يعني لا بس يعني خلينا نقول يعني لا انا ده اللي حصل. انا بتكلم بس يعني. انا بتكلم الصحافه وهقول لحضرتك حاجه، بس انا احد الاتصالات المهمه مع جهه سياديه قبل الواقعه دي بيوم برضو، ودي المفارقه، ان احنا كنا بنتكلم كنقابات مهنية، كنقباء في نقابات مهنية كبيرة، ان احنا عايزين نتدخل عشان نعمل عامل تهدئة للداخل شوية، لان كل النقابات المهنية في قرارات ضبط واحضار على خفية الاحتجاجات، وبالتالي كل نقيب عنده حريقة في نقابته، وده سيبك من الحريقة بقى في النقابة، احنا بنتكلم على البلد نفسها اللي انا شفته، وبالتالي شفته على مواقع التواصل من السقة، ده مش احتجاجات، ده تحريض. يا مش نتكلم في الدفاع شيء، يعني دافع عن حد ولا بنقول هو اللي بيبدا اقتحام. هو مطروح على النيابه العامه، واحنا بنثق في النيابه العامه. هو ليه بتثق في النيابه العامه ومش بتثق في الداخليه؟ اثق فيها، بس هو الذي قام بالاعتداء. انا هو ده هو اللي عمل ضبطه، مش عايزين ده جزء مهم في القصه، جزء مهم في القصه، انه كمان الخناقه ما هياش مع الداخليه، الخناقه مع مسؤول اقدم على فعل لم يحدث طول 75 سنه انه يقتحم النقابه، مش الخناقه مع الداخليه. الحقيقه انه القصه بتحاول انها تصور ان الخناقه بعد كده بقت مع الداخليه، بعد كده بتحاول ان تصدر بعد ذلك انها خناقه مع الدوله ومؤسساتها، ده غير صحيح على الاطلاق. على الاطلاق. يعني احنا بنحتفل حتى باليوبيل المأسي، وهذا اليوبيل المأسي مجلس النقابه يعني طلب ان يكون تحت رعايه الرئيس، والسيد الرئيس وافق، والاحتفال اقيم تحت رعايه رئيس الجمهوريه. على الاطلاق ليس لنا اي خلاف، بالعكس، يعني دورنا دور الصحفيين طوال تاريخهم دور وطني، دور بيدافع عن كل مؤسسات الدوله. انك
تحاول بقى بدل ما ان في حاجه جزء من الدوله. خلي بالك ما انا بقول لحضرتك مش نقابه مستقله. لا طبعا طبعا, طبعاً جزء من الدوله. انت مش في جاي لك 45 مليون جنيه قريب؟ مظبوط تمام من الاسبوع طبعا من الدوله طبعا جم خلاص. ما احنا ابناء الدوله واحنا يعني ده اللي انا بتكلم فيه معاك. هسأل سؤال الناحيه السياقيه. اسمعني ما ترميش كده عشان هسأل في السياق الثاني. هل فعلا تم سحب اراضي منكم؟ تمام. هل ده عقاب كان للنقابه؟ لا 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 لا, لا ده حاجه تانية خالص. لا 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 انا سمعت عنها النهارده. انا سمعت عنها فقلت هل بدا لا ما لهاش علاقه. لا 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 احنا ما رمصناش خالص. اول مره اسمع عن هذا الربط. خلاص انا عايز اقول عن هذا الربط. انا قلت لك بشكل واضح انه نحن نتعامل المسؤوليه. وانا من اول ما جيت بقالي سنه كامله وانا على تواصل مع كل مسؤول في مصر من اجل مصلحه المهنه وحقوق الصحفيين. وجدت استجابه كبيره لاشياء كانت مهمه ويبين عليها حاجات. احنا كنا بنتوافق طول الفتره اللي فاتت وما زلنا نتوافق حتى الان لانه احنا عايزين نعتبر ان ده حدث عارض لابد من معالجته. لان انت تعلم ان احنا عندنا قانون الصحافه والاعلام الموحد وكان واخد كل جهدنا وكنا بنتوافق عليه مع الحكومه عشان يقدم. استبعدتوا الاعلاميين بس؟ لا في الاعلاميين. لا في الاعلاميين في 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 قانون نقابه الاعلاميين ونحن الذين دفعنا عنه وقلنا في ضروره لضبط الاداء الاعلامي بوجود نقابه الاعلاميين عشان هي المنوط بها تعمل ميثاق شرف الاعلامي. ودي دي منظومه كامله كنا بنتعاون فيها وما زلنا حتى الان. وفجاه بسبب يومين ثلاثه مجلس النقابه كله بقى انحرف بالنقابه وفي جبهه تحرير مسار والنقيب يقوم مجرمين وبقى زعيم بقى مش نقيب مسؤول لا بقى تلميذ في مدرسه المشاغبين. هل ده لائق؟ لا غير لا غير لا. اسمحوا لي هنتوقف مع فاصل عشان اخونا الاستاذ كارم وصل من شويه وهنرجع بعد الفاصل نحاول نتوصل للحلول ان شاء الله. ان انا يعني انا متعشم خير مش في القعده دي متعشم خير في اننا في خلال ساعات ان شاء الله نبقى هذه الازمه تبقى جزء من الماضي وليست جزء حتى من الحاضر. نلقاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بضيوفي الكرام الأستاذ يحيى اللاش نقيب الصحفيين والأستاذ خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد والأستاذ محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين. وبينضم لينا الأستاذ كارم محمود رئيس لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني استكمالا لحديثنا قبل هذا الفاصل وكنا بنتكلم عن كيفية الخروج من الأزمة. في واقع قدامنا النهارده بيقول ان في حاله موجوده عند الناس. الناس كلها بعت لنا دلوقتي زعلانه مننا ان احنا ما بنقولش تعليقاتهم. احنا بس كانت هنقول تعليقات حضراتكم اللي من القانون يسمح بيه وهنقول التعليقات. لكن كنا بناخد فرصه اننا نفهم الموضوع بشكل احسن واكبر واعمق. مفيش احساس موجود عندنا ان فعلا الشارع مستفز من نقابة الصحفيين ومجلسها؟ لا في احساس يعني وده واقع موجود ومش عاوزين ان احنا يعني ندفن راسنا في الرمله ونقول لا يعني ننكره تماما. لا بالعكس فيه وده ليه اسبابه. يعني عند القطاع يعني اللي هو موجود فيه هذا الاحساس ليه اسبابه. اولا ليه قطاع؟ انا شايف قطاع كبير قوي وارد يعني ممكن يبقى قطاع عريض ممكن يكون يعني طبعا ما فيش احصاء يعني اصلا ما فيش احصاء طبعا مش احصاء علمي زي ما فيش احصاء بوجود عدد اعضاء الجمعيه العموميه. ده سببه هقول لك يعني حاجه غريبه يعني جدا سببه جزء من اسبابه يعني انه الامن اللي كان محاصر النقابه منح حتى الموظفين النقابه يعني كانوا بيدخلوا صحفيين بس كانوا النقابه لكن موظفين النقابه اللي كانوا المفروض كمان يقوموا بعمليه التسجيل اذا حدثت. بس احنا ما كناش اصلا احنا ما دعيناش اصلا لجميع عموميه بس حتى الموظفين معظمهم منعوا من دخول النقابه يومها. يعني خلينا نرجع للموضوع بتاع الراي العام ده موضوع الحقيقه مهم. النقطة الأولى إنه في ناس طبعا وده قطاع واسع بقى من الشعب إنه بقى قلقان على الاستقرار وعلى الأمن والأمان وخايف الدنيا ترجع فوضى تاني. وده الحقيقة القطاع اللي بيجرى استغلاله
وبيصوروا له الازمه كما لو انه ده يعني مين اللي بيصوروا له يا فندم؟ جزء برضو من يعني جزء برضو من يعني عن طريق برضو استغلال مواقع التواصل الاجتماعي واحنا عارفين ان دي شغلتنا يا استاذ اسامه زي ما هي شغلتك ان جزء من مواقع التواصل الاجتماعي طبعا مش كلها جزء منها مخترق مخترق من اخوان مخترق من يعني كذا من مخترق من انصار يعني يعني ايه من انصار مين انصار اللي انا عايز اقول ايه انصار الرئيس اللي متصورين انه قد صحفيين في خصومه مع الرئيس بس ما احنا كلنا انصار بالظبط كده شكلك من انصار الرئيس بالظبط كده ما انا عايز اقول انه هذه النقابه اللي على مدار سنه ونص اللي هم الفتره اللي حكم فيها الاخوان لانه الاخوان حكموا حوالي سنه وعشر شهور يعني مش سنه بس بتاعه الرئيس قبلها كان في عندهم برلمان وكان تقريبا في ايده سلطات كثيره يعني طوال ال تقريبا في حوالي السنتين دول نقاب الصحفيين دي كانت احدى القلاع التي لم يتمكن الاخوان المسلمين من السيطره عليها رغم محاولاتهم الحسيسة وال يعني انا اسف بس النقيب كان من الاخوان معلش بس النقيب في النهايه عزل يعني النقيب في النهايه كان معزول كويس نقيب نجحوا في يعني ده يعني ده ايه نجحوا في تصعيد المسيره من النقابه يعني لكن 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 من في خلال سنه ونص يعني 11 مسيره من نقابه الصحفيين خرجوا للتمديد بحكم الاخوان واكبرهم واضخمهم كانت المسيره او مش المسيره بقى جنازه الشهيد الحسين ابو ضيف اللي انطلقت من مقر نقابه الصحفيين الى ميدان التحرير وقت ما كان يعني الميدان خلاص بيتاهب يعني ده الكلام ده كان قبل الكلام ده كان في شهر 12 2012 يعني قبل 30 يونيو بست شهور كامله يعني لازم نتذكر لا ويسقط حكم المرشد هداف خرج من نقابه الصحفيين وده خرج ده يعني انا عايز اقول يعني برضو اذكر وممكن يكون الكلام ده فيه صور ليه عندكم يعني انه انتخابات نقابه الصحفيين الماضيه مش الماضيه دي اللي على طول لا اللي قبلها اللي هي 2013 في مارس 2013 بعد اعلان النتيجه دوى في 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 نقابه الصحفيين وجنباتها وفي الشارع الشباب نزلوا من فوق من الدور الرابع لغايه الشارع في مسيره ضخمه وهم بيحتفوا باللي فازوا وبيقولوا اسقط حكم المرشد يعني كانت رساله اللي هو نجح فيها اللي هو نجح فيها ممدوح الوالي الدور الوطني او الدور الوطني فيها. اللي لعبته نقابه الصحفيين كده لا يمكن لا يمكن ثوره الشعب المصري في 30/6 لا يمكن اغفاله كويس. ولا انكاره يبقى لازم نقول انه هذه النقابه لانها احدى مؤسسات الدوله المصريه زي ما الزملاء قالوا نقابه الصحفيين طول تاريخها لا كانت تابعه لنظام حكم ولا حكومه لكن هي احدى مؤسسات الدوله المصريه زيها زي مؤسسه القضاء زي مؤسسه الشرطه زي مؤسسه الجيش المؤسسات اللي بنحترمها جميعا ونطالب منها ان تحترمنا كاحدى مؤسسات الدوله المصريه في المقابل ولذلك كانت غضبه الصحفيين انه يعني لا حصل تجاوز على مؤسسه النقابه حصل تجاوز حصل عدوان ومن مؤسسه احنا كصحفيين وانتم كاعلاميين مين اللي بيظهر بطولات ابناء الشرطه وابناء الجيش المصري اللي دمائهم بتسيل من اجل حمايتنا مين اللي بيظهر البطولات دي بس ما احنا برضو يعني اللي هاجمناهم هجوم موجع كثيرا جدا في الفتره اللي كانوا بيسقطوا فيها شهداء وده كان محسسهم بجرح شديد جدا وده كان صادر مش من الصحافه مش فقط من الصحافه أيوة من الصحافه والاعلام بالظبط الاثنين مش يعني الاثنين ومن الاعلام يعني خلينا نركز بس شويه لانه هنا بيحصل خلط ومن مواقع التواصل من الاعلام ومواقع التواصل لا يا فندم ثقوب في ثياب مش عارف ايه بقى ده موضوع يعني مش عايزين ندخل في التفاصيل ده كان موضوع خلاف شخصي يعني خلينا ايه ندخل يعني ده كان خلاف شخصي بس بقول ان احنا يعني آلمناهم وما ردوش علينا الا بالحسنى فانا قصدي حين آلمونا وآلموا الصحفيين لماذا ما تعاملناش مع الموضوع بنفس الهدوء اللي بنتوقع فيه ان هم يتعاملوا معانا لان احنا ما عندناش تفسير لماذا ألمونا لغايه دلوقتي احنا مش عارفين مش لاقيين اي مبرر للاجراء اللي حصل اصلا في وما تطلبش كمان من المجني عليه ما تطلبش من المجني عليه ان هو ما يقولش اي يعني المجني ده مجني عليه ولا يعني لا يعني ما يقولش اي وبعدين هو اللي يدور على طريقه للخروج من هذا المأزق او هذه الازمه هو احنا يعني احنا دي ده فرض علينا يعني ده موضوع فرض علينا ولازم يعني ايه الناس تبقى فاهم هذا السياق لم نسعى اليه والغايه قبل هذه الاحداث بس الناس شايفه انكم سعيتوا اليه يعني الناس رايها هنا انكم سعيتوا اليه ليه طيب ازاي الاحداث انا هقول لك انا هقول لك التصعيد بدا من اول يوم
ما التصعيد بدا من اول يوم. استاذ اسامه، انا بس انا يعني انا متوقف عند حاجه مهمه في الموضوع، متوقف على انه المساله يعني بنتكلم عن حاله نديه تدي كل طرف انه يختار رد فعله بطريقه ما، زي ما انا قلت في الاول، لكننا في معمل انا بتكلم عن حدث هو بالنسبه للجهاز العصبي بتاع الصحفيين وبتاع هذا الكيان هو صدمه كبيره جدا. رد فعله ما ينفعش تبقى في المعمل، ما ينفعش اقول ما هم عملوا كذا واحنا المفروض نعمل كذا. انا قدامي حاله غضب انا نفسي بخبرتي في النقابه بقول انا لم اراها قبل كده، وبالتالي المشكله الكبيره واللي بيكبرها ان احنا عندنا حاله انكار انه حصل اي حاجه. الناس بتسال يعني بتقول ليه سمحتوا بيسقط يسقط حكم العسكر في لا يا هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه، بس هقول لحضرتك حاجه، نحن فين سمحنا بيه فين؟ لو سمحت استاذ كريم، نحن لو سمحت احنا 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 مش مسؤولين عن سلم النقابه، ولا بندي ترخيص لحد على سلم النقابه، ولا ده يعبر ولا ده يعبر عن ده عكس. لا استاذ خالد، دقيقه واحده الاسبوع اللي فات استاذ خالد لو سمحت، بس استاذ في نقطه هقول لك حضرتك حاجه، دقيقه واحده بس خليك معايا. استاذ خالد اعتقد اتكلم على حاجه ومهم انها توضح بالنسبه للناس. طول الفتره اللي فاتت من 30 يونيو حتى الان بمناسبه قانون التظاهر، وزاره الداخليه بتدي تراخيص بالتظاهر على سلم النقابه رسمي، وانا اتصلت احيانا ببعض القيادات وزاره الداخليه عشان اقول لهم مش معقول كده، كل ما يعني مش معقول ان سلم النقابه كل يوم هنيجي نلاقي، رغم ان احنا بنعتز بده ما بنقولش حاجه، لكن كان هناك مبالغه في هذا الامر لدرجه انا بحس دلوقتي انها بتتوظف ضدنا، وده يعني انا بتوقف عنده بقى. لو انا يعني شايف السياق بتاع شيطانه النقابه واللي بيقف على السلم واللي بيعمله وبيقوله، بس في نقطه استاذ يحيى، يعني يوم الاثنين اللي فات اندس بعض البشر وقال هذا الهتاف وجريوا الصحفيين عليه وشدوهم وطردوهم بره النقابه على مرأة ومسمع من طبعا كلنا. طبعا بدون توجيه، ما انا اقول لك بدون توجيه احنا بنوضح للناس يا استاذ، الصحفيين بنوضح قضياتهم للناس، هو عاملين مهنيه، احنا بنوضح للناس، عاملين صوره للاستاذ محمد والصوره للاستاذ خالد، خدوها من على التلفزيون دلوقتي وعملوكم نيجاتيف. مفيش مشكله، ده هي الناس كلها يعني. استاذ اسامه، استاذ اسامه، احنا متعودين، احنا مجلس نقابه، نحن نتعامل بمسؤوليه تجاه حقوق زمان، ونتعامل بمسؤوليه تجاه مهنتنا، ومهنتنا بتقوم يعني الحريه جزء من تكوينها، يعني ما ينفعش تاخد ده من حد وتقول له كون كاتبا وكون حرا وكون مستقلا وكده. انا يعني رد الفعل ممكن اقف عنده، لكن مش هو كل القضيه. قانون الارهاب لما اتعمل وكان فيه بعض المواد المسه بالصحفيين وبالاعلاميين، مش بالنشر يعني، لانه ما فيش ميزه، ما فيش ميزه للصحفيين، لكن هي يعني غير متوافقه مع الدستور وضد الدستور، واحنا خدنا موقف وقتها الناس كلها اعتبرت ان احنا بنأيد الارهاب، وتحملنا فاتوره ده، لان احنا ندرك ما لا يدركه بعض الناس احيانا، وده تم بالفعل. ما الذي لا يدركه الناس في هذا الامر؟ احنا بنقعد نقول لهم احنا، ده مش الصحافه بس، ده الصحافه والاعلام، احنا اللي عملنا 30 يونيو، احنا اللي عملنا كذا، وصل الامر باحد الزملاء انه قالها للرئيس في وشه، احنا اللي جبناك واحنا اللي بنعمل كذا، وانتوا ما تقدروش تعيشوا من غيرنا. خالد البري كتب قال يمكن السباك المجتمع ما يقدرش يعيش من غيره، وكذلك الطبيب، وكذلك المهندس، وكذلك ده، وكذلك ده، فبالتالي ليه بنتعامل مع الناس؟ وده اللي خلاهم يطلعوا لنا كل الكاريكاتيرات على الصحفيين على موضوع ريشة. انا 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 هشوف، عايز اقول على راسنا ريشة، ديت دي اختراع النظام حسني مبارك، والصحفيين ليسوا على راسهم ريشه في اي وقت من الاوقات. لما احنا بنتكلم في تعبير قاله حسني مبارك، لو اي حسني مبارك هو الصحفيين على راسهم ريشه، هو ده التعبير المسجل باسمه. لو اي قوانين او اي تشريعات، يعني انت من زمان كده على راسكم ريشه؟ لا 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 لا، ده الكلام ده استهلاك، واستهلاك هذا الكلام للوقيعه بيننا وبين الراي العام، لان احنا لا يمكن ان احنا لا نتعالى ولا نقول ان احنا اللي بنعمل في الراي العام، بالعكس. انا من الاول قلت ان احنا هذه وقيعه بين الراي العام اللي هو صاحب المصلحه في حريه الصحافه، وليس الصحفيين، الراي العام الذي تباع ليه بعض المعلومات المش مظبوطه، زي ما قلت لحضرتك
انت في اسبوع واحد شيطنت واحد بما فيهم النقيب واعضاء مجلس النقابه وكانهم انقلبوا. من شيطنه؟ شيطنه. هل معقوله ان المعلومات المضلله اللي احنا جايين صلاحها النهارده، يعني هل معقوله لما يتقال النقابه قوت مجرمين، لما قال النقيب اتقال له وما عملش، لما يتقال انه كذا، كل ده مش صحيح. النقابه ما قوتش مجرمين لان هم لم يجرموا، لكن قوت مطلوبين. لم تأوي. تأوي ايه ده؟ انقبض جاء الى نقابته واتخذنا كل الاجراءات الطبيعيه وليست هي السابقه الاولى. لا يمكن لاحد. الاستاذه امينه شفيق وهي عميده النقابيين كتبت وقالت الكلام ده، وجت في النقابه قالته، قالت لا يمكن لنقابي انه حد يجي النقابه ويستطيع ان هو يتخذ ضده اي اجراء في منع من الدخول او تسليم، لكن يتخذ الاجراءات مع محامي يتخذ الاجراءات الطبيعيه والقانونيه، وهذا ما اتبعناه وهذا ما بادرنا نحن به، لان احنا نعرف يعني ايه احترام القانون يعني. لكن لا يمكن ان احنا نتصور ان احنا في ناحيه والراي العام في ناحيه. وانا قلت لحضرتك انه الصحافة احتضنها الشعب المصري منذ بداية القرن الماضي، احتضنها الشعب المصري. أي حاجة بنعتبرها وقيعة بنعتبرها زائلة وبنعتبرها غير حقيقية وبنعتبرها مش هي ديت اللي ممكن نبني عليها في علاقتنا مع الناس، لأن احنا يعني طب أنا عندي صورة بعتها لنا ميرا من يوم جمعة الأرض اللي كانت معمولة، وواحد من السادة الصحفيين واقف على الباب وحاطط ريشة على راسه. لا ده هو بدأ عايز تشوفها؟ اما دي سخريه. طب ما يعني انا مسكت ريشه امبارح وصورت بيها. ده سخريه؟ صورت بريشه. انا مسكت ريشه. بس ايه اللي دخل الريشه ايام يوم جمعه الارض ده قبل 25 ابريل؟ كان ايه الموضوع الريشه عشان ايه؟ لا تصوير يعني دي كانت امتى؟ الصوره الذهنيه. الصوره دي كانت يوم جمعه الارض. الصوره الذهنيه التي تصدر ان الناس دي على راسها ريشه. ما كانش مجالها يعني. لا يعني حد مركبها دي بغض النظر عن الصوره في الصوره، يمكن حد مركبها يعني. ما هو مين اللي قال ان يوم جمعه؟ مين اللي قال ان دي كانت يوم جمعه؟ يعني انا اعرف ايه قيمه يعني الريشه؟ مش فاهم يعني. وهو ساعتها هتحط ليه؟ طب ساعتها كانت هتحط ريشه يعني. انا بقول لكم بس الناس بعتنها مش ما هو ده برضه عشان ما على راسه ريشه. ايه؟ على راسكم ريشه. لا الشعب المصري هو على راسه ريشه، والشعب المصري هو الشعب المصري على راسنا مش على راسه ريشه. لا هو لا على راسنا. لا هو على راسنا وعلى راسه ريشه كمان، وان حريه الصحافه بتاعه الشعب المصري مش بتاع الصحفيين والاعلاميين، والكلام ده لازم هو الحقيقه التي يجب ان تصل الى كل مواطن. ما فيش خصومه بين الشعب المصري وبين الاعلام على الاطلاق. الشعب الإعلامي يعبر عن المواطنين. انت حضرتك اي صحيفة بتطلع عليها بتلاقي ثلاث ارباعها محررها الشعب مش محررها الصحفي. مقالات الرأي، المصادر في التحقيقات، البريد القراء، كل ده مواطنين بيحرروه، ومواطنين يحصنوا زي الصحفي بالظبط اذا نشروا بنفس القوانين. عشان كده ما فيش حاجه اسمها الغاء حبس صحفيين، في حاجه اسمها الغاء عقوبه الحبس، عقوبه المواد السالبه للحريه في قضايا النشر لكل من يعبر برايه في من خلال النشر وسائل العالميه. ده امريكا بجلاله قدرها الشاب المصري طلع قال كلمتين اقل من اللي قالهم الشاب اللي عندنا هنا بكتير رحلوه. طبعا عارف القصه مش طبعا. انت معانا يا استاذ خالد ولا معاك؟ ولا معاك؟ شكلك انشغلت بحاجه عندنا. لا ما اقدرش. طيب اذا كان ده حصل في امريكا بلاد الحريات هناك لغه تحريضيه. ايوه بس تم وفق اجراءات واضحه. على فكره احنا برضو عشان ما نرجعش لنفس الفكر، هو محاوله تشويه نقابه الصحفيين بان هي تأوي مجرمين. احنا في الكلام كان واضح، النقيب عالم بالامر، تواصل مع الاثنين اللي كانوا موجودين ومع المحامين بتوعهم، واجرى اتصالاته بالجهات المعينه وقال له هنرد عليك في كذا كذا. تاني يوم كان اجازه اقتحموا النقابه. يعني الكلام واضح اصله. يعني الامور لو صارت كله اساس فاسد يعني. لو صارت بالشكل الطبيعي هو في سؤال ده هيحصل. اسامه هنا هم زميلين يعني، برضو لازم نسال نفسنا بالعقل يعني. هم زميلين جم النقابه ليه؟ هم جم النقابه، هو النقابه ده وكر سري مغاره يعني تحت الارض هيستخبوا فيها، ولا ده مكان عام مرسوم؟ واحد بيقول انا هو موجود خلاص مرسوم يعني. الذبابه اللي بتدخل من باب نقابه الصحفيين متصوره ومرسومه يعني من طب خليني اسالكم بقى السؤال اللي الناس بتقول، هو صحيح ان الاستاذ خالد يوسف هو اللي جابهم من النقابه؟ غير صحيح. غير صحيح طبعا. لا لا ملاش دعوه. لا 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 طبعا. ولا الاستاذ خالد علي؟ لا يا خالد خالص. ولا خالد بن الوليد؟ لا يعني لا لا لا. طب الاستاذ خالد علي محاميهم؟ خالد علي محاميهم عشان يبقى خالد علي محاميهم. لكن لا 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 علاقه له ولا
ولا اي حد من بيبدا هم من تلقاء نفسهم وليه جم من تلقاء نفسهم؟ هم جم يستخبوا ولا جم علشان هو الفكره ايه؟ وهو ده اللي هم كانوا عاوزين يسلموا نفسهم. وهم كمان الـ 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 الاهم من ده انه ما كانش فيه اي اجراء اختار رسمي بانه في ضبط احضار ليهم، هم نفسهم ما كانوش يعرفوا. طب هو الكلام ده انا مقصود يعني ان خالد علي ولا غيره يعني بيحركوا نخبط صحفيين؟ يعني هو الهدف يعني من الكلام ده ان الناس دي هي اللي حركت نخبط صحفيين؟ انت بتقول انت جاي توضح هو الفكره يعني، يعني اللي بيقول هذا الكلام هل متصور ان نخبط الصحفيين دي كلها بمجلسها في خالد في الموضوع بالقامات اللي فيها دي كلها هيحركها زكي ولا علي ولا محمود؟ خالد علي يعني لما هم جم وسالوا النقيب اللي استدعاه علشان هو المحامي بتاعهم علشان مع محامي النقابة يشوف إيه الإجراء القانوني اللي ممكن يتأكد يعني هو منه الضبط والإحضار، وإذا كان الضبط هو أصلا صدر. محاميهم كان بيترافع عنهم في قضايا أخرى طبعا كان محاميهم هو محاميهم لأن محمود سعد كان عنده كان موقع القبض عليه قبلها بفترة وكان لسه خارج من فترة قريبة يعني فيعني ما أصح لما يا إيه المصلحة أصلا يعني لما أقولك في عديد من الأمثلة وفي شهر ونص زميل جه عبد الجليل الشرنوبي وكتب قصته في الأرام كاملة وكان الأستاذ مكرم هو النقيب والواقعة دي كان برضو طلع له لازم نقف عند إن الواقعة دي جريمة وغير مسبوقة وعملت صدمة وعملت إهانة لكرامة الصحفيين لابد إنها تعالج. قرارات الجمعية العمومية أو أعضاء الجمعية العمومية هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ يعني هل لو صحيفة لم تلتزم بما جاء هتعاقب؟ اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا الصحف قرارات في 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 تنوع في عايز اعرف قراراتكم ايه؟ لا انت في القرارات ما سمعتش السؤال يعني بقول لو القرارات بتاعتكم ما اتنفذتش من قبل صحيفه احنا هتعاقبوها؟ نفذت على فكره بنسبه 95%. احنا بنعتبر ان القرارات نفذت بالفعل وعندك صحف اليوم وصحف ما قبل اليوم صحافة ملتزمة يعني اللي حصل يوم الحد أنا لا ألجأ لعمليات تحقيق ولا تأديب مع صحف فيها رؤساء تحرير عندهم إحساس بمسؤولية لأنهم جزء من الجماعة الصحفية والعدوان اللي وقع علينا وقع عليهم قبل ما يقع على أي حد وبالتالي هم بيتعاملوا بمسؤولية أنا بفترض فيهم المسؤولية لكن تنوع الملاك ممكن يؤدي إلى تنوع التناول بطريقة تناسب كل مكان وده احنا بنحتمله. عندنا أسئلة كتير لحضرتك تسأل حضرتك تم استدعائك من النيابة عشان موضوع الصعيدة ده؟ والله أنا بجد أنا من ضمن الحاجات اللي أنا بقولك عليها اللي هي يعني تثير الأسى والأسف إثارة هذا الموضوع أنا مش عايز افتح الموضوع لو فات لا انا عايز اسال هل تم استدعاء حضرتك نيابه لا بس في كويس بس فرصه بس في يعني بالعكس انا عايز اقول ان هذا الموضوع يعني مخلق وملوش لازمه لان اولا النكته الشعب المصري هو اللي اخترع النكته وهو اللي حطها على جدران المعابد وانا راجل منوفي ونص النكت علينا احنا مش على صعيده وكده يعني وانا لم اسخر لا وكل اصدقائي اللي طلعت بيهم من الحياه المقربين مني كلهم صعايده واغلبهم من سوهاج وانا حتى في البرنامج ده الكلمه العارضه دي قلت ان انا بقدر ودول اهلنا واصدرت بيان كمان لما لقيت الموضوع بقى بيتم استغلاله على هذا النحو كمان اصدرت بيان قلت فيه هذا المعنى فانا بقول ان الموضوع اكبر من كده واخطر من كده ومش دي المواضيع اللي احنا هندخل فيها عشان زي اللي انا اشرت ليه في حضرتك قلت لك انه ضابط من الامن الوطني يكتب مذكره يقول فيها ان نقيب الصحفيين بيقوي مجرمين داخل النقابه المذكره دي حضرتك جبتها منين؟ كانت في التحقيقات اللي كانت مع الزميلين محامي النقابه طلع عليها يعني شوف اللي هي مذكره التحريات اللي بتبقى محطوطه شوف احنا يعني شوف احنا وصلنا لفين شوف العدد وصل لفين وكان في جهاز بيدافع عن نفسه بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه من اجل اثبات انه لم يفعل اي شيء وانه لم يقتح وانه جه طبطب علينا ودخل بس انت تحت ايديكوا كل الصحف وكل المواقع يعني لو واحد عنده عايز يعمل حمله علاقات عامه زي ما كنا بنقول مش هيقدر يعملها مش هيقدر يعملها زيكم لانكم اولا عندكم الصحف عندكم المواقع يا استاذ خالد عندكم 90% من برامج التوك شو يقدمها صحفيين
فلماذا ما زالت المشاعر متأججة تجاه الصحفيين رغم وجود هذه الإمكانيات؟ هل أنتم اللي مش عارفين توصلوا الرسالة كويس؟ هل الجانب الآخر عنده قدرة إن هو يعني بنقول أصل إحنا ما يسرب من معلوماته وما يقال هو أقوى منكم للدرجة دي إعلاميا؟ كانش ده بقى حال مصر. أنا أعتقد إن جزء كبير من ده كان فيه أسباب متعددة. السبب الأول إن إحنا بالفعل كنا منشغلين بالأزمة نفسها، يعني أنت تعرضت لهذا الجرح الخطير لكرامتك وانت لديك ناس غاضبين وانت على طول منشغل بهؤلاء الغاضبين، انك تحاول ان تحتويهم، انك تحاول ان الامور دائما تبقى في المسار الطبيعي ليها، انك تحاول كمان انك انت تستقبل من يتوسط، من يبحث عن حل، انك لا تغلق الباب امام الحل. كنا منشغلين اساسا بهذه القصه في الوقت اللي كان في جهه اخرى منشغله مش في انها تدافع عن نفسها، لا منشغله في انها تطلعنا نحن الشياطين. تطلعكم فين؟ تطلعنا قدام الراي العام. فين؟ يعني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر يعني وسائل الاعلام المختلفه. لا وفي وسائل الاعلام، لا وفي مداخلات بتحصل في اليوم، مداخلات بتحصل، المداخله من هنا يعني مشكورا استاذ يحيى بيكون موجود على طول، مش في كل لكن البرامج، لكن في معظم الحاجات او ردنا متاخر. وبعدين يا فندم في وسائل الاعلام اتفقنا 90% من الاعلاميين صحفيين. اولا احنا لا نتصور ان حد ممكن يشكك في وطنيه مجلس نقابه الصحفيين يعني او الاعضاء نقابه الصحفيين. لا انا مش بتكلم يعني في الوطنيه دي نمره واحد. ما هو التشويه بيجي من هنا يا استاذ. ما قلتش التشويه برضه، انا بقول ليه ما قدرتوش تشرحوا الصوره للناس مع ان عندكم كل الصحف دي؟ هل الصحف مش مؤثره؟ لا طبعا مؤثرة. من قال مش مؤثرة؟ طب ازاي ما بكل الصفحات انت شايف معالجاتها يعني لا النهارده المصري اليوم الوطن اليوم السابع الشروق يعني خلينا نتكلم على الصحف الخاصه الاربعه الكبار دول مش عايز الاخبار والجمهوريه ونازلين بهذا الشكل الكثيف، فزاد الناس استفزازا بدلا من ان يميل الناس قليلا لكافه الصحفيين. ايوه لان الناس الصوره وصلت لهم مخالفه للواقع في البدايه، وفكره ان نقابه الصحفيين بتسيس وان في طيارات عايزه تاخدها ما اعرفش فين، ومصر الوقت في مرحله صعبه جدا ومتاججه، كل الكلام ده طبعا لعب على مشاعر الناس. انا برضو معلش فكره ان الناس برضو دي انا يعني هو الناس ولا مواقع التواصل؟ اذا كنا بنعترف دلوقتي ان الناس هم مواقع التواصل، طب يعني كل مؤسسات الدوله بتشتكي من مواقع التواصل يعني يعني دلوقتي بقت هي مواقع التواصل هي الناس يعني. انا مش يعني الدوله، انا أيوة أيوة عندي يعني انا كأوزان. طيب انا 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 هقول لك على كلمه حصلت النهارده وهقول لك اسم الصحفي تاني. هقول لك اسم الصحفي بره. انا عندي رد تاني بس هسمعك اقول هي حاجه بس. النهارده كان في كشك بيشتري حاجه لبنته، الراجل لما عرف انه صحفي قال له ما ببيعش صحفيين في كشك. كويس بقول لك اسمه بعد الفصل. في ناس ما بتسكتش صحفيين ولا محامين، وده معناه ايه يعني؟ ولا قضاه. لا ده قرر النهارده. معلش يا استاذ هو ده ممكن تكون يعني ممكن يكون حد صوره ملتبسه اصلا ملتبسه مش صحيحه يعني. وانا 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 اقول لك على واقعه ثانيه حصلت امبارح. ها طيب زميل صحفي كان راكن عربيته قريب من النقابه وفي وسط الاحداث ومشي، وهو ماشي لقى متكلبشه، راح للضابط قال انه فلان صحفي وبتاع، قال له والله ده انتوا رجاله في الكليه ابن الكلبش. طب شفت بقى ضابط شرطه يعني طب ده ضابط شرطه يعني انا يعني ما انا معاك يعني لانهم اخواتنا يعني هو احنا يعني هو هل في حد قال ان الصحفيين اعضاء وزاره الداخليه؟ مين اللي بيقول كده؟ الصحفيين هم المدافعين الاوائل عن كل رجل شرطه مصري شريف ويقدم دمه وروحه فداء هذا الوطن. يعني وزير الداخليه بلدياتك؟ مصر كلها بلدياتك. انت راجل منوفي. ما هو الملاش كلها بلدي. طيب هنروح لفاصل لان الاستاذ ياسر رزق بيحاول يتصل بينا. استاذ ياسر بعد الفاصل هتكون موجود معانا على التليفون، هنتواصل معاك. نلقاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بضيوفي الكرام الأستاذ يحيى اللاش والأستاذ خالد ميري والأستاذ كارم محمود والأستاذ محمد شبانة. الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، وكنا بنقول إن عندنا بعض الأفكار ممكن نطرحها قد تكون يعني سبيل للإصلاح الحقيقة. وكان كنت في نقاش مع واحد من الزملاء في الإعلام وفي الصحافة الأستاذ علي السيد، وكلمنا امبارح في هذا الموضوع. ملخصه بيقول أن نحتكم إلى الشعب في النهاية. يعني أنا فاكر أول حلقة قلتها في القاهرة 360 يوم 21 مارس 2013، الشعب فوق الجميع، الشعب فوق الرئيس، الشعب فوق أي حد، والشعب له من يمثله، ومن يمثله هو البرلمان،
والبرلمان بداخله قامات قانونية مهمة جدا ورفيعة المستوى. ما رأي حضراتكم أن نحتكم إلى مجلس النواب في أن يشكل لجنة لتقصي الحقائق ملزمة للطرفين لكل الأطراف فيما حدث، وهي اللي تحكم بيننا ويكون الذي حكم هو الشعب اللي كلنا بنشتغل عشانه، مش كده ولا ايه؟ اسمع رأي حضراتكم بقى. احنا مش في معزل عن البرلمان على فكرة، احنا السبت الجاي عندنا جلسة مع نواب من البرلمان، واليوم كان في نواب من البرلمان النهارده معانا في منذ بداية الازمه. هم اللي بيرفضوا على فكره، ما بيرفضوش اي جلسه او اي وساطه، هم اللي بدوا بالتواصل. النهارده كان عندنا لا احنا مش بنقول وساطه، لا يعني لا نرفض احنا بنتكلم يكون هناك لجنه لتقصي الحقائق تطلع في الاخر تستمع اليكم وتستمع الى الداخليه وتستمع الى النيابه وتستمع الى الاثنين اللي كانوا مطلوبين للضبط والاحضار وتستمع الى كل الاطراف والامن الموجود في النقابه و و و وتخلص الى نتيجه ملزمه للطرفين. اسمح لي استاذ اسامه، انا بس عايز اذنك في حاجه. لا لا بس هو اسمح لي، يعني احنا من البدايه ما اغلقناش يعني وجه الحوار ومنفتحين على كل الوسطات اللي يعني سواء قبل الاجتماع الجمعيه العموميه او بعد، وحتى حتى اليوم يعني كان عندنا مجموعه من النواب زاروا مقر النقابه واتكلموا في برضه رؤيه زي ما حضرتك بتتكلم كده، ازاي نخرج من هذه الازمه بحيث انه ان كل الاطراف تخرج منتصره، يعني ما فيش يبقى منتصر وفي مهزوم، لا كل الاطراف تخرج منتصره. وعلى فكره الحل السياسي البارع بيبقى كده، ان كل الاطراف تخرج عندها احساس انها حققت ذاتها، حققت الذات، ما هو ما فيش انتصار وهزيمه لاننا ابناء وطن. طبعا ابناء وطن، والغريب ان هذه الازمه هي أزمة ما بين فريقين يعني كانوا في خندق واحد لغاية أيام قليلة، يعني وهو خندق الدولة المصرية، مش خندق يعني لا. من الذي خرج من خندق الدولة المصرية؟ ولا حد خرج. الاعتداء على 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 إحدى قلاع الدولة المصرية. من الذي خرج؟ بس أنا جاي أقول بس ما فيش حد. خلينا نقول إنه ما فيش حد يخرج، ما فيش حد يخرج من خندق الدولة المصرية يا أستاذ أسامة. كلنا مع تلاحم المؤسسات في الدولة المصرية، ولا حد يسمح فينا أساسا بالخروج عن خندق الدولة المصرية. فهو إحنا منفتحين على كل الاقتراح، حتى ولعلي لا أزيع سرا، ويمكن سيادة النقيب يعني يقول أكثر مني في هذا، حتى اللحظات يعني حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية بساعات كان هناك وسطاء وزملاء مهنة ونواب و يعني اقترحوا حلول، وبالعكس ده كمان طوروها لصياغات محددة وعدلنا عليها، وكان مفروض انها تخرج وتتم عن رئيس الوزراء. يعني انا مش يعني مش عايزين ندخل في التفاصيل، تخرج ندخل في التفاصيل. ولو كانت منتظرين المبادرة بقى، ولو كانت مبادرة حقيقية تبناها عدد من الزملاء وصيغة بالفعل، وكان مفروض بتقول تخرج. بتقول ايه؟ انا ما عنديش يعني تقريبا يعني. ولو كانت خرجت قبل اجتماع الجمعية العمومية مؤكد كانت ستطفئ النيران بنسبة 90 او 95%، الباقي ده خلاص يعني مقدور عليه، 10% ده مقدور عليهم يعني. ليه؟ لانه يعني الصحفيين، وخلينا نقول بالبلدي كده، حاسوا ان هم تلقوا صفعة لطمة شديدة يعني، وما يقولش اي يعني يعني يا جماعة مش معقولة يعني. استاذ اسامة انا استاذنك في حاجة. احنا مش زي ما كل الزملاء قالوا ان احنا مدين ايدينا، واي مشكلة في الاخر لازم تحل. ما فيش مشكلة بتنام وحلقة في الفضاء كده. عظيم. لكن اللي انا قلته من الاول خالص، وارجو ان هو ده يبقى اساس اي مبادرة، انه ينطلق من فكرة انه سمت مشكلة حقيقية موجودة. انا مش عايز نعمل لجنة تقصي حقائق تبقى قايمة على فكرة انه، لانه انا لو اخدت ببيان النائب العام الاخير هقول والله الموضوع كله قانوني وكله تمام ومش هعمل اي حاجة خالص وخلص، خلصت الموضوع. لكن لازم نبدأ من فكرة اللي هي عدم الانكار، لانه ده مازال هو جزء. لا ده كده حضرتك رحت حاطط شرط. لا مش شرط. لا 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 لا, لا, لا. ودي لا بس هو حضرتك لا مساله مهمه. لا 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 استنى، انا مش بشترط. ده مش شرط. لا ده مش شرط. بالعكس، القاعده اعتراف بما حدث. القاعده انه هناك مشكله، اعتراف بما حدث. القاعده طب نسويه ازاي حضرتك؟ القاعده انه هناك مشكله وكل الاطراف مادة ايديها للحل، واحنا مدين ايدينا للحل. لا بس على ارضيه ان في مشكله. ما في مشكله. مش بقى اقول ايه ولازم كل الاطراف تبقى عارفه ان في مشكله عشان تتحكم، وبعدين انت في الاخر تطلع
زي بيان النائب العام ان مفيش اي حاجه حاجه كله قانون خلاص يبقى احنا نسكت بقى خلاص. اذا ما احنا عندنا ده هل هي استاذ خالد انت هل هي المبادره انت ما جيتش النهارده مش كده؟ انت ما جيتش النهارده للبرنامج انت مختفي خالص. انا مختفي انا مستني ان انا اجي انا عايز مستني ان انا اجي فعلا عايز صدق. عايز في نقطه مهمه النهارده عندنا مصطلحات تمام مصطلح قال اقتحام قابله مصطلح قال دخول تمام عندنا مصطلح اسمه تأوي وعندنا مصطلح اسمه من حقهم ان يكونوا عند يعني هنا عندنا ازمه المصطلحات دي موجوده دي مش مصطلحات قانونيه دي مصطلحات غالبا دخل علينا الاستوديو بدون استئذان ده اسمه اقتحام يعني كلمه اقتحام اصلها ده بتطلق تعبير لغوي يعني يعني لو حد دخل الاستوديو دلوقتي بدون ما يستاذن الداخليه بتاع الانتاج اللي بره الداخليه اعتبره اقتحام الداخليه لو انا مطلوب القبض عليا مش هستاهله بتاع الانتاج اللي بره يا فندم مطلوب قبض عليك لحضرتك لو في بيتك او هنا لكن النقابه لها وانا في طلاق وزن الضبط يا مش عايزين نرجع بس باك تمام هو بيقول دخلنا بشكل قانوني وحضرتك بتقول دخل بشكل غير قانوني و و و وما الى ذلك لكن في النهايه خالص مش دي محتاجه ان حد يسمع كل الناس دي بهداوه عشان نخلص بقى بص يا استاذ اسامه هو مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله بس من المهم جدا ان الناس تبقى واعيه ان القضيه دي فيها شقين شق القانوني اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي هو فيه ده وفيه ده واللي بيحتمل تفسيرات اللي فيه القانون العام بيتكلم عن اجراءات واللي فيه قانون خاص للنقابه بيتكلم عن اجراءات خاصه واللي فيه اجراءات معينه اتبعت وتم انكار انها اتبعت اثناء اقتحام النقابه ده فيما يخص الشق القانوني اللي فعلا ممكن انك تحله بلجنه قانونيه واللجنه القانونيه بالفعل البرلمان فيه نواب محترمين من خبراء القانون والدستور موثوق فيهم لكن في كمان الشق السياسي اللي بتكلم مع حضرتك عليه انه كان في حالات ممكن تقول عليها فجه زي الحاله اللي حكى عليها النقيب لصحفي كان مطلوب ضبطه واحضاره وظل ايام الاستاذ مكرم محمد احمد داخل النقابه 3 أسابيع حتى تدخلت النقابه مع الجهات المختصه لحل المشكله ثم بعد ذلك لا احد فوق القانون في النهايه يمثل امام العداله ويمثل امام النيابه كان في حالات مماثله كثيره ايام زكي بدر ما كان وزير الداخليه سنه 88 ايام الاستاذ ضياء رشوان لما كان نقيب للصحفيين ايام حكم الاخوان كان في صحفي مطلوب القبض عليه بتهمه الدعوه الى التظاهر ضد نظام محمد مرسي وقلب نظام الحكم وجاء الى النقابه ليطلب الحمايه القانونيه ونقيب الصحفيين قام بواجبه النقابي اللي بينص عليه القانون في انه يتصل بالجهات المختصه يحاول ان يعرف حقيقه الامر ويحاول ان يحل المشكله هو هنا بقى في الجانب السياسي ان هذه قاعده استقرت طوال 75 سنه ان الدوله المصريه حريصه على ان تحافظ على كرامه هذه النقابه وحريصه على ان تحافظ على كرامه ابناء هذه المهنه لانهم جزء من هذه الدوله المصريه ولانهم دائما ما يتبنوا قضايا هذه الدوله المصريه وقضايا مؤسسات الدوله المصريه هو ده اللي ادى هو ده الحقيقه السبب الحقيقي لجرح الكرامة الكبير لدى الجماعة الصحفية مش السبب القانوني هو السبب السياسي في الأساس إن في حاجة منذ أنشأت هذه النقابة حرصت كل الأنظمة المتعاقبة منذ أيام الملك فاروق عندما أنشأت النقابة أن تحافظ على هذا الكيان النقابة وأبنائها جميعا وطنيين جدا ومخلصين جدا لقضايا وطنهم وحريصين جدا على قضايا وطنهم كانوا الصحفيين لديهم هذا الإحساس أنهم يجب أن يعاملوا على الأقل لا يعاملوا أقل مما عملوا قبل ذلك على الأقل أن لا تجرح كرامتهم ولا تقتحم نقابتهم بهذا الشكل هو ده الجزء اللي محتاج حل سياسي وهو ده اللي أعتقد كمان أنه زي ما هو محتاج حل سياسي لا محتاج حل سياسي وأعتقد أنه من السهل أن يكون الحل سياسي وليس صعبا وليس مستحيلا وكان زي ما حكى الأستاذ كارم كان وارد جدا وكان مطروح كمان انه هذا الحل يتم منذ الامس ومنذ اول امس وقبل انعقاد الجمعيه العموميه وكان لدينا القبول للحل لم نرفض على الاطلاق وهل انتوا رافضين دلوقتي ولا نرفض على الاطلاق طب تسمح لي حضرتك بس في دقيقه لان معايا على التليفون نسمع بس كده وجهه نظر من مقدم سامح عبد الفتاح واحد من مصابي الشرطه في حادث الدقهليه يعني عنده غصه في حلقه وعايز يعبر عنها اتفضل سياده المقدم السلام عليكم فندم عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا فندم تحياتي ليك يا استاذ اسامه طبعا ولضيوف حضرتك اهلا بيك يا فندم وطبعا بعبر عن ان برنامج حضرتك ده هو يكاد يكون هو صوت العقل الوحيد في ضمن برامج التوك شو اللي موجوده في مصر دلوقتي اشكرك يا استاذ مقدم اسال سؤال واحد بس للاستاذ يحيى قلاش وانا
كضابط شرطه بقالي 20 سنه في الشغلانه ديت، واشتغلت في مواقع كتير وليا صداقات كتير وسط الصحفيين وليهم افضل علينا ما اقدرش انكرها في وقت من الاوقات. يا استاذ يحيى قلاش، من مصلحه مين الموقف اللي حضرتك واخده من الداخليه دلوقتي؟ نفسي اسمع رد واحد يا فندم. ليه حاسس بعداء ومراره من كلام حضرته ضدنا؟ الفيصل بيني وبينك لما حضرتك بتشك فيا وفي اجراءاتي وحتى ردود السيد المساعد ابو بكر بيه على سيادته في كل المداخلات وتهكمه عليه اكتر من مره، الفيصل بيني وبين حضرتك النيابه العامه، والنائب العام يا فندم قال ان انا اجراءاتي سليمه وان قرار الضبط والاحضار ما يمنعنيش من ان انا اتتبع المجرم في اي مكان هو موجود فيه داخل حدود جمهوريه مصر العربيه. وابو بكر بيه في مداخله مع حضرتك قبل كده قال لك ان انا استاذنت النيابه العامه لما عرفت ان هم موجودين في مكان ما ووصلت معلومه، انا خطبت النيابه العامه مره ثانيه وقلت لهم هل استمر يا فندم في تنفيذ الضبط والاحضار؟ ايوه يا فندم اتفضل في تنفيذ الضبط والاحضار. ليه حضرتك الاخ اللي هو تحت التدريب ما بتبصش ليه على منشوراته على الفيسبوك وتحريضه العلني ضد السيد رئيس الجمهوريه، ضد ضباط الجيش زملائنا، ضد ضباط الشرطه بالقتل العلني؟ ده احنا في مركب واحده يا فندم. ده احنا دماغنا سالت على كل شبر في مصر من اول 30/6 وانت جاي لغايه دلوقتي. ليه 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 انت عايز تعمل فرقه في الشارع المصري بالمنظر ده وحضرتك صاحب كلمه؟ يعني المفروض يا فندم ان في قطاع عريض من الشعب بيسمع لك وبيقرا لك. ليه مين صاحب المصلحه بقى؟ انا نفسي افهم وانا اسف اذا كنت. متشكرين يا سياده المقدم، بشكر حضرتك. المقدم سامي عبد الفتاح. انا بشكرك يا سياده المقدم وبحييك وبحيي شجاعتك في الكلام، لكن انا عايز اقول ان احنا ما احناش حاجتين، احنا حاجه واحده. وسبب الصدمه اللي هي عند جموع الصحفيين جايه من فكره انه من يحميني هو الذي اعتدى علي. انت حضرتك لك تفسيرات، انا عايز بس اقول لحضرتك في المعلومات انا بحترم وبقدر اللي هو ابو بكر وعلاقتي بيه جيده، وبسياده الوزير علاقتي بيه جيده، لكن في هذا الامر نحن نختلف على مصلحه بلد. بالعكس، انا هذا الموقف اللي انا واخده لان انا شايفه او اريه بطريقه مختلفه عن قرايتك ليها. انا شايف ان ده لا يؤدي الى مصلحه البلد، بل بيؤجج اللي بيحصل، وشايف انه مساله انكار ان حصلت مشكله والمساله مساله يعني انت واخد عامل قراءه في بيان النائب العام، نحن لنا قراءه اخرى في هذا البيان ولنا تعامل قانوني مختلف معاه، لان كل البلاغات التي تقدمنا بيها من اول حصار النقابه او الى اخره يعني هي في حوزه النائب العام، وبالتالي النائب العام هو بنعتبره محامي الشعب، وهو يعني مفروض يبقى جهه يعني انه 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 محايد، وهذا لم يحدث. لا يمكن لابدا انه الشرطه التي كان هناك مشكله في 25 يناير ثم بدا انها تعلمت الدرس والتحمت بالشعب في 30 يونيو، والشعب المصري كان بيشيلها على الاعناق، يعني يبقى في يغنى احساس في بعض المعالجات الامنيه في الفتره الاخيره انها تعيد انتاج ما كان قبل 25 يناير، وانت ضابط شرطه وتعلم الانتهاكات اللي بقت موجوده في بعض الاقسام والتجاوزات اللي موجوده،
احنا كده داخلين في حته ثانيه. احنا كده داخلين، لا يعني قصدي اقول انت كده بتوجه اصابع الاتهام للداخليه. لا لا انا بتكلم برا برا، لا انا بتكلم على حالات اخرى. لا لا انا بتكلم، لا اصعدك لو انت بتتكلم على، لا انا بتكلم على ايه، على الحالات اللي فيها تلاحم، فيها ضرب نار وفيها كذا تلاحم الشرطه مع المواطنين. المواطنين شايلين الشرطه مش على اكتافهم دلوقتي، شايلينها على راسهم، وعشان كده هم ضدكم. لا 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 لا, لا معلش انا بس استاذ اسامه اسمح لي بس اقول لك انت 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 على يعني فكره انا سامح لك ولا مش سامح لك الاستاذ يحيى. انت لو ترى انت لو ترى الاحداث الاخيره وبما ادى كمان حتى ان الرئيس تدخل في بعض الحالات تعامل فيها بعنف وانتصر فيها لكرامه المواطن المصري في اجراءات عمليتها الداخليه، يعني ده وده ما يقللش من 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 داخليه كدور. انا عايز اضيف بس دول الكلام. دول مين دول؟ المقدم سامح عبد الفتاح ده مين؟ ده اخويا وابني وصاحبي وكلنا عندنا دول ولادنا كلنا، ولما بيحصل لاي حد حاجه فيهم نحن نتالم اكتر من هم بيتالموا. استاذ كاير اسمح لي بس انا اضيف بس على كلام السيد نقيب انه ال انا الحقيقه يعني شايف في الفتره الاخيره في سياسه ايجابيه جدا داخل وزاره الداخليه. عظيم. وهي سياسه الاعتراف بالخطا. عظيم. كويس. هو اللي انا فهمته من كلام النقيب انه بالعكس ده وزير الداخليه نفسه هو اللي بيؤمر بالتحقيق في الوقائع دي، وهذا لم يكن يحدث من قبل، وهذه سياسه جديده محترمه. هو يعني هو 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 بدايه المصالحه ما بين الشرطة والشعب اللي كان في حاجز حتى 25 يناير، ثم بعد كده لا الشعب اللي رجع احتضن الشرطة وحدث هذا التلاحم في 30 يونيو. طيب بداية المصالحة دي كانت اعتراف بأن هناك أخطاء حدثت، ثم بدأت سياسة جديدة من الشرطة، بدأ يبقى فيه إدارة للعلاقات الإنسانية، بدأ يبقى فيه إدارة، لا بدأ يبقى فيه في كل قسم شرطة ضابط مختص بحقوق الانسان. ده عظيم. ما كانش حاصل يا فندم. الداخليه لا، بمجرد ما بتحدث واقعه انتهاك داخل يعني ويبلغ عنها في اسم في كذا، بيبادر الوزير ويحيل الوقع على كذا وكذا وكذا. وده ده الروح الجديده اللي احنا بنحيي جهاز الشرطه عليها، وده اللي احنا عايزين نبني عليه. عظيم. بمناسبه ده احنا واحنا قاعدين كده متفقين واتفقنا من مما سمعناه من قبل ان الطلب رقم 2 من الجمعيه العموميه وهو تقديم رئاسه الجمهوريه اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين كان المقصود منه ليس الاعتذار ولكن كان مقصودا منه التدخل. هل الاصرار على طلب اقاله وزير الداخليه وهو طلب رقم 1 ما زال طلبا موجود لديكم؟ ما زلتم تقولوا لانه ما قالش اقاله وزير الداخليه، الاصرار على طلب اقاله وزير الداخليه، هل ده ما زال مطروح؟ هو ده يا فندم ده قرار الجمعيه العموميه. شوف يعني بدايه حل اي ازمه ايه؟ انت ليك مطالب وانا ليه مطالب، هو يا جماعه واحنا اصل احنا مش بنخترع يعني. بس هو ملوش مطالب. بس دي لا 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 هو عن إيه؟ لا هو عنده هو بيقول ان انا هو دي مطالب خلص. دي مطالب. لا ما عندوش مطالب. لا لا دي مطالب. لا انا لا يا فندم ليه مطالب؟ ليه يا فندم مطالب؟ ليه إيه؟ اما بيقول ان انا الاول قال ان احنا ده ما فيش حد دخل، ده دخل اربعه بس والحسنى، وبعدين قالوا ثمانيه، دي واحده بس. لا انا بقول مش مطلب يعني، ما هو اصل المطالب دي مش شرط انها يقول انا عاوز كذا وكذا وكذا وكذا. هو ليه هو ليه المطلب يعني يقول انا عاوز كذا وكذا وكذا؟ احنا بنقول دي روايه حدث كذا وكذا، هو بيقول كذا وما حصلش. حضرتك عندك 18 مطلب من ضمنهم جزء من السلطه التنفيذيه وجزء من السلطه التشريعيه، انتوا طالبين قوانين معينه. خليني بس اشرح وجزء من الجماعه الصحفيين. خليني اشرح بس استاذ اسامه، دي مطالب لم يتخذها مجلس النقابه، دي مطالب خرج بها الصحفيين في لحظه توحد تاريخيه واستثنائيه. عشان كده احنا بنقول احنا قدام مشكله كبيره وقدام ازمه كبيره ولازم نواجهها. لكن انا مش هاخد كل مطلب من دول اقول ده تقصد بيه ايه وده تعمل فيه ايه وده انت لسه متمسك بيه ولا لا. ده مطلب رقم يعني واحد يا فندم. يا فندم حط خطه حل يا فندم والامور كلها تتساوى، حط خطه حل بغض النظر. بس مش احنا نحط هذا الكلام. مين هذا؟ الدوله. استاذ اسامه مبدئيا الدوله فندم بتتدخل مبدئيا الطرف الذي يقع اذا لم تستشعر الدوله ان الصحافه مهمه وانه ما حدث ده مس الجهاز العصبي
لابناء هذه المهنه. لو كانت الدوله وجموع يعني الشعب ما اعتبرتش ان الموضوع ده مهم ما كانش زمانه مثار. ممكن فرصه للشباب. خلي الشباب يتكلم شويه. يعني اذا كان في طرفين، في طرف منهم معتدى عليه فطبيعي هو اللي بليل المطالب، يعني في رده بالظبط في ثورته بعد ما بيعتدى عليه. حضرتك شايف انك معتدى عليك؟ لا طبعا انا كنت هو مش شايف ان هو معتدى عليك يا فندم. يبقى مش هو 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 يبقى في قصر، يبقى في قصر نظر هو هنا. ده الجزء اللي دعنا نتفق دعنا نتفق ان اصل دعنا نتفق ان اصل الموضوع مش ان هو ان في اتنين من الزملاء عندهم ازمه معينه فاحنا بكل الثور ده عاملين عشان نطلع الاثنين الزملاء. اصل الازمه هو انتهاك حرمه نقابه الصحفيين، ده اصل الازمه. فبالتالي احنا الطرف المعتدى علينا في انتهاك حرمه نقابه الصحفيين من خلال اقتحام مبنى نقابه الصحفيين، فبالتالي احنا اللي كان اللي لينا المطالب، خصوصا ان مر 4 ايام دون ان نرى على ارض الواقع مبادره يتم تنفيذها بشكل واضح. بمناسبه نقابه الصحفيين كان جالي بس رساله من الدكتور محمد طلبه من لندن. هنخش بقى في قدس الاقداس لا بيقول لي ليه هذا المصطلح موجود عندكم في مصر ومش موجود عندنا في بريطانيا عن النقابه؟ ممكن ارد يا استاذ سلامه؟ اقول لك على حاجه، دي خصائص الشعب المصري. تمام. خلينا انا برد على هي خصائص الشعب المصري. طب خلينا بالبلدي، هقول لك على حاجه، خلينا بقى بس اكمل الجزئيه دي. اوكي يكمل محمد وانا بس ارد. انا بس عايز اكمل الجزئيه دي. فهو ده، فبالتالي الطرف المعتدى عليه هو دايما اللي بيقول مطالب، ولازم عشان خاطر نوصل لنقطه التلاقي يبقى الطرف الاخر فاهم ان في طرف معتدى عليه ومؤمن بالاعتداء عليه وكل افراده مؤمنه بهذا الامر، فبالتالي لازم يحصل اعتراف بهذا الخطا وبعدين نقعد على جلسه المفاوضات. بس لما نيجي نقعد على 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 الترابيزه دي لازم نحس ان في مين هيقعد على الترابيزه، احساس حقيقي. مين احنا عندنا الصحفيين قدام مين؟ عندنا رئيس وزراء، عندنا مسؤولين سياسيين، عندنا برلمان، عندنا كتير جدا من الناس. يعني ممكن يبقى في النهايه الحكم الفيصل رئيس الجمهوريه، يعني ممكن يبقى فينا كحكم فيصل بينا كلنا كمؤسسات تتبع الدوله بحكم سلطاته الدستوريه السيد رئيس الجمهوريه. واي حد يحاول يفهم الناس في الشارع او بره الشارع ان احنا في صدام مع السيد رئيس الجمهوريه يبقى خايب، لان احنا كلنا سندنا ولا زلنا نساند رئيس الجمهوريه وعارفين احنا في خندق واحد كلنا كمؤسسات للدوله. فاحنا مش عايزين نخرج بالفاظ ضخمه. الناس عماله تسالني تقول لي فين الاستاذ ياسر رزق، والله ما بيردش. يعني هو طلبنا وما بيردش، العادات لا تتغير في شيء. الاستاذ ياسر طلب، وعلى فكره احنا لقاء مع رئيس الجمهوريه. احنا في بياننا النهارده واضح جدا لا تسييس لقضيتنا في بياننا. يعني في يعني يبقى في لقاء مع رئيس الجمهوريه، ده الاستاذ ياسر رزق نازل له هذا الخبر. يعني هو بيقترح، يعني الاستاذ ياسر بيقترح ان يكون في لقاء مع رئيس الجمهوريه. هو الحكم الفيصل في رئيس الجمهوريه بصفته الحكم بين السلطات يتدخل لحل هذه الازمه ويتم طلب لقاء. وده نص على فكره المطلب، بس هو ده كان يوم الاربعاء. لا مش ده نص البيان، هو نص البيان خدنا التعليق. هو في حد عاقل يا استاذ اسامه يصدق ان نقابه الصحفيين يعني بتقصد بهذه الازمه هي مواجهه رئيس الجمهوريه؟ ما هو يا فندم تقديم رئاسه الجمهوريه اعتذارا واضحا للصحفيين عن جريمه كذا. ايوه كمل ارجوك كمل العباره عن جريمه اقتحام بيت الصحفيين وما عاقبها من ملاحقه وحصار لمقرها. لا كمل برضه مدينه نمره 2. لا يا فندم كلها. لا يا فندم والله انا اكملك كلها. انا اكملك انا بتزق. لا معلش انا بتزق وانا صاحب. انا هقرا انا مظاهره الحمايه الاخيره من اشعال الجمهوريه اعتذار الشعب هقراها. يعني تقديم رئاسه الجمهوريه مش رئيس الجمهوريه، رئاسه الجمهوريه كويس. اعتذار يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقاباتهم باعتبار أن السيد رئيس الجمهورية هو المخول بحكم سلطاته الدستورية. واضح أن البيان اللي عندك مختلف. ده اللي عندي من اليوم السابع بأن يكون حكما. مش ده جورنال ده يا فندم؟ خلينا بس أنا بجيب أنا نص البيان عشان ده الجهال بيان ده نص البيان ده نص البيان من لوجو نقابة الصحفيين. ما هي دي مشكلة الجرايد. لا أحيانا الصحفيين ممكن يبقى فيها. اتفضل يا فندم. أدي أصل البيان. يعني معلش اتفضل. باعتبار ان السيد رئيس الجمهوريه هو المخول بحكم سلطاته الدستوريه بان يكون حكما بين السلطات ومظله الحمايه الاخيره من اشتعال الفتنه بين مؤسسات الدوله المصريه وفئات وطوائف الشعب المصري. ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ لا جميل بس هو بس هي تقديم رئاسه الجمهوريه اعتذارا، هي دي يمكن اللي عامله اللبس يعني. على فكره هي اعتذار يعني هو بشكل واضح. انا حتى لما قلت لحضرتك احنا كنا حريصين على ان يكون الاحتفال بالجمهوريه تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، بشكل واضح
على الاطلاق لا يمكن ان تكون. وكان الرئيس حريصا وكان الرئيس انه يرعى هذه التسهيلات لينا من كل الجزائر. حتى انت عارفين ان احنا كان اصلا القعده دي كنا مقررينها من الاسبوع اللي فات عشان نحتفل معاكم باليوبيل بالظبط. كنت مشاركنا الاحتفال يعني. هقول لك نص الخميس الجاي وقلت لنا الخميس الجاي يوم الجمعه بالظبط. هقول لك عشان كده يعني الحقيقه انه ألم جزء كبير من الجماعه الصحفيه كمان انه ان هذه الازمه خرجت من خطا مسؤول في الداخليه او مسؤولين في الداخليه في حق النقابه وجمع الصحفيين لمحاوله تصويرها انها ازمه بين الصحفيين وبين مؤسسات الدوله، او حتى تصويرها ان الصحفيين ازمه يمكن ان تكون ازمه بين الصحفيين وبين رئيس الجمهوريه. هذه يعني كارثه حقيقيه في تصور بين وزير الداخليه، يعني كارثه حقيقيه في تصور الامور. يعني ممكن الازمه هي فقط بين النقابه وبين مسؤول يعني الداخليه الذي اصدر الخطه المايله. لا لا لا, 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 لا هي اللي قامت بالاجراء يا استاذ وزير الداخليه بلدياتي على انت مش يعني اصل هو الموضوع مش كده. الموضوع مش كده، الموضوع ان احنا عندنا فعلا يا استاذ اسامه انا عايز اوصل لك، واحنا كنا في الجامعه العموميه امبارح واحنا موجودين من يوم الاحد، من في بعضنا ما روحش بيته من ساعتها قاعد في النقابه عشان يقدر يلملم اشلاء اللي بيحصل في النقابه، ان احنا عندنا حاله حقيقيه وعندنا صدمه متألمين لجهاز عصبي موجود ونلاقي ان في ترفع عن التعامل مع الموضوع. اكيد طب انا انت بتتابع الصحافه الدوليه وسيبك من المغرضه لان المغرضه معروفه، لكن حتى المحايده ما رايك في وقع بهذا الشكل وعلى هذا النحو في الميديا بره اللي هي وده لمصلحه مين؟ طب ومن يعالج هذا الموضوع؟ اسيب معالجه هذا الموضوع هتاخد علاج طويل جدا اللي هي بتكتب من حاجات كتير جدا من اخطاء كتيره جدا اخطاء ارتكبتها طيب. الدوله أيوة. وارتكبها الاعلام وارتكبتها الصحافه في خلال فتره السنتين اللي فاتوا. كلنا الحقيقه يعني اسف مدانين باننا غلطنا في حق مصر في السنتين. طب ده لما يتعمل في التوقيت بقى اللي احنا بنعمل فيه متفرغين لعمل التشريعات عشان ننظم الفوضى الاعلاميه دي وعشان نؤدي الى استقرار مؤسسات صحفيه وبعدين نستنزف في ازمه زي دي معركه بهذا الشكل، يبقى ده لمصلحه مين؟ مصلحة مين؟ أنا عايز أقرأ لك النص يا أستاذ أسامة، أنا بس بحب أقرأ النصوص. اتفضل يا فندم. الخطاب اللي جه للسيد النقيب من رئاسة الجمهورية ردا على الخطاب اللي احنا أرسلناه بطلب رعاية الرئيس الاحتفالية كان مكتوب في إيه؟ نص. ده الخطاب اللي جه من مؤسسة الرئاسة اللي احنا احتكمنا إليها باعتبار إن احنا يعني إيه ده، احنا كنا طالبين رعاية الرئيس وردت علينا بالآتي، عشان كده توجهنا لمؤسسة الرئاسة. انه الرئيس سيد الرئيس وافق على رعايه احتفاليه اليوبيل الماسي للقب صافين كذا كذا والنص كوتيشن تقديرا لمهنه الصحافه ودور الصحفيين ولمكانه نقابه الصحفيين وتاريخها العريق. ده النص اللي جانا من الرئيس يعني اول اجتماع طبعا عمله اول اجتماع عمله ونحن نقدر هذا بعد ما انتخب رئيسا كان مع الصحفيين والاعلاميين اذا تقدير وهو اللي حسينا على التشريع ان احنا هو اللي طلب اجراء التشريعات ده طلبها من 3/7 لما طلب مجلس الشرف الاعلامي وتطور الموضوع ان يبقى بعد التشريعات اللي صدرت بعد الدستور لما لقينا تاخرنا 8-9 شهور عظيم طلب بالتعديل ده الرئيس وحر رضا على الصحافه والاعلام وانه يعمل اي حد تاني قال انا مش عايز اتدخل وهم اللي لازم يخلصوا مشروع. بس مش احنا متفقين ان الدوله عموما النهارده عايزه فعلا ان هذه المهنه تنتظم في صالح المجتمع، لان النهارده هي المهنه النهارده بشكلها الحالي هي اكتر حد مضرور على فكره. احنا اكتر طبعًا ناس طبعًا اعلام وصحافه احنا اللي مضرورين لان بقت الناس بقى عندها مبدا بدل ما كان بيقول لك امسك اخواني بقى بيقول لك امسك اعلامي. ف احنا مش عايزين نستمر في لان حاله الفوضى الاعلاميه والصحفيه ديت عامله احساس سلبي عند المواطن العادي وبالتالي نحن نسعى لتنظيمها لصالح المواطن بنجري مش لصالح الناس وبنحاول بقدر الامكان نعتمدها من مجلس. احنا عايزين مش عايزين نروح قبل ما نبتدي نقول يعني انا قلت فكره اذا كانت هناك فكره بديله اهلا وسهلا، اذا كانت الفكره من الممكن تطويرها اهلا وسهلا. ماذا نفعل؟ ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ أنا بخبرتي وبفهمي للأمور أنه أي مشكلة لابد أن هي تتحرك في الآخر عندما تتأجج لازم تصل إلى حلول، وبالتالي نحن طرف نسعى إلى حل، لن نرفض أي مبادرات
على أرضية. هل تقبل بلجنة تقصي حقائق مشكلة على قاعدة أن هناك مشكلة، مش على قاعدة، على قاعدة أن أنا أكرر مشكلة. أكرر بيان يقول أنه كله كان تمام، بيان النائب العام. يعني لماذا لم تختصم النائب العام؟ لا احنا هنعمل اجراءاتنا القانونيه، بس مش ده برضه، ده محتاج اجراء قانوني. يعني مش يعني مش احنا برضه ايه، ما انت ما اتخذت اجراء علني وارد، احنا بنجهز بنجهز اجراء قانوني، بس النائب العام ما جاش عنده اجراء قانوني، ما قدرتوش بنجهز في قرار طالع من سخنا. يعني لا لا النائب العام، النائب العام يعني قرار قضائي، اختيار معين وليه حصانه، والتعامل معاه بتعامل يعني حتى لو اختلف. بمناسبه الحصانه، هو انتوا حصنتوا المجلس ليه في القرارات الاخيره؟ مجلس ايه؟ المجلس بتاعكم ده، ده جمعيه العموميه، ده في قرار كده فجاه راح محصن المجلس، ده الجماعه اللي طلبت كده، قال لك لحين انتهاء الازمه. لا لا لا، الفكرة الجماعيه العموميه جايه في بالها الموضوع ده من غير ما يبقى حد. لا لانه بعض، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، على 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 اصوات الانشقاق وتصحيح المسار والحاجات ديت، فعلا الناس يعني قالت ان ده المجلس. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، القانون على فكره وشيله، يعني احنا القانون بيجعل يعني تداول المجلس كل سنتين، انتخابات النقيب ونصف اعضاء المجلس كل سنتين. اعتقد ان ده اسرع وقت يمكن في انتخابات اي مكان، وعلشان كده القانون ما فيهوش اصلا لا سحب ثقه ولا تجديد ثقه، بالنهايه كلها سنتين، لان هم سنتين والجمعيه العموميه تغير من تريد وتاتي بمن تشاء. في النهايه المجلس تاتي به الجمعيه العموميه، والجمعيه العموميه صاحبه القرار في ان تبدل الاشخاص كيفما تشاء. والاعتصام شغال، والاشخاص بيتغيروا والنقابه بتظل باقيه. طبعا الاعتصام شغال، ان الاعتصام موجود، واحنا احنا بنرحب. لا ده اغلبنا بنتبادل بنشتغل نبطشيات، في نبطشيات يعني. احنا في النهايه بن اذا كان يعني قربنا على النهايه او انتهينا، انا مش عارف، لا لسه، لكن احنا الحقيقه عدينا الانتهاء الانتهاء بشويه. بس انت جايب القرار ده منين؟ برضه مش موجود عندي في القرارات اللي هو لحين انتهاء الازمه ده، مش موجود والله، ده من اليوم السابع. ما هو ده يا فندم، لا يعني لا، هو بس اسلوب، انا بثق في خالد صلاح اصلا. لا طبعا هو لا هو هو الزملاء دايما، لانه زملاء اصل ميعاد صدور البيان المدقق بعد ما انكتب اتاخر شويه، فربما يعني الزملاء خدوا الطبعات الاولى، خدت من الزملاء خدوا من القاء البيان، فيعني واحيانا بيبقى فيه اختصارات وكده. نعم، لكن مفيش حاجه لحين انتهاء الازمه دي خالص في نص البيان. انا بس يعني اذا يسمح لي الزملاء، ان انا يعني بشكرك على ان انت اتحت لنا الفرصه، انا اللي بشكرك يا فندم، نرد على بعض الحاجات الملتبسه، وان انا بقول ان احنا قدام يعني مشكله حقيقيه، لكن احنا متاكدين انها هتصل الى حل، واحنا مدين ايدينا لكل المبادرات وكل من يمد ايده لينا لحل هذه المشكله على ارضيه بتؤكد احترام مهنه الصحافه ورساله الصحفيين. حضرتك تحب تقول حاجه قبل حاجه بسيطه جدا موجهه للمواطن المصري، المصري البسيط جدا. احنا في تقاليدنا في الصعيد وفي الريف، وبنشوف ده في الافلام. منين الاول بس؟ انا من سوهاج، من سوهاج اللي يعني متهمه اللي يعني جذوري يعني. لكن يعني ويعني انا طبعا مقدر وعارف، قلت له على النكته اللي مقدر وعارف ده الحساب، ده الحساب بينا يعني. لكن طبعا كل اصحابي لكن صعيد طبعا يعني. يعني ده مؤكد يعني، ده تصيد يعني، اصطياد في الماء العكر يعني. يعني والحقيقه يعني يعني في احيانا كده مواقف يعني المفروض نترفع عنها في الحاجات الكبيره، يعني المفروض نترفع عن الحاجات الامور الصغيره يعني. انا بس برجع بقول انه في تقاليدنا يعني في الصعيد وفي الريف، وبنشوف في كل الافلام المصريه القديمه وحتى الحديثه، اما بيجي ضابط مباحث في بيعايز ينفذ حكم مش امر ضبط احضار على واحد عريس جديد ولا فرح ولا حاجه، بنشوف المشهد ده بيتكرر، المشهد ده بيتكرر كتير جدا في الافلام المصرية. في الافلام فبروح جايب شيخ البلد او العمده ويقول له فلان ده عليه حكم وبتاع، فاقول له طب بس يخلص الفرح كده ويخش يعني مش عارف ايه، وبعدين احنا يعني نجيبه لك وخد واستلمه يعني. ما بيقدرش يعني، دي تقاليد. عشان كده المواطن اللي كان بيسال من امريكا يقول لك يعني لا، دي خصوصيه، مش احنا دايما بنطالب الغرب انه يتعامل معانا يحترم خصوصيته، خصوصيته يحترم خصوصيته، دي خصوصيه في قانون النقابه كمان، وعندنا ماده كمان الماده 70 بس. انا كمان بقول بقى العرف كمان في الشارع المصري. هو طبعا الاستاذ كريم كان بيقولها تشبيها، اكيد ما كانش عايز الاثنين اللي موجودين جوه يخشوا الاول وبعد كده يعني لا هم مش عرسان، هو مش عرسان. انا بتكلم على انه فكره
انه الاستئذان انا بتكلم بيجي انا بقول بيجي بالعمده او شيء. ما هو عارف هي عشان ينفذ الحكم زي ما بيقولوا بالانجليزي كده ماي وورد اجينست يور وورد. هو بيقول لك انا استاذنت وانت بتقول له ما استاذنتش. لا استاذن مين؟ لا لا يقول يثبت لن نتجنى يثبت يا فندم يثبت تريد ان تطبق القانون لان انا اول من احترم القانون. طب ناخد تعليق اخير من الاستاذ محمد والاستاذ خالد. الوقت احنا قبل يعني فكره اقحام النقابة فانها هيتتركب على قضيتها من اي طيار سياسي والكلام ده بعد اقوله مرة واثنين وعشرة واحنا في المجلس متفقين على ده بشكل واضح ومباشر والنهاردة في بياننا قلنا ده بشكل واضح ومباشر. فكرة التسييس هذه الازمة مرفوض تماما تماما تماما. جماعة بقى ارهابية محظورة طيار سياسي جن عفريت كل الكلام ده غير صحيح. ومحاولين صحفيين اخوان كتير في البارح يعني. بحكم ان هم اعضاء خط صحفي يعني. معلش بحكم ان هم اعضاء بس مش كتير, مش كتير. احنا ما عندناش اخوان كتير. الرقم اللي اتقال لي 450. لا لا يا فندم لا يا فندم من ال1000 واحد. لا يا فندم لا يا فندم لا احنا كان عندنا 5000 وهناك هذاك امبارح قلت 7000. لا 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 ال انا بتكلم في المعادل المنطقي واللي حب يتاجر امبارح في قنوات واللي حب يتاجر امبارح في قنوات الارهابيه دي بالقضيه بتاعتنا اتحاول النهارده لجان تاديب بشكل رسمي. هتبلغونا بنتائج هذا طبعا طبعا ده قرار مجلس احنا كقرار طبعا يا فندم ده قرار مجلس رئيس لجنه التحقيق وهبلغ حضرتك رئيس اللجنه. ده قرار ممكن يجي لك تاني يعني يا ريت. واخيرا محاوله اظهار واكننا في مواجهه مع السيد رئيس الجمهوريه يعني نقابه الصحفيين هي الداعم الاول والرئيسي للسيد رئيس جمهورية ولا حد يستطيع ولا احنا حتى ده مشاعرنا على فكرة ده مش كلام بنقوله في التلفزيون يعني ده مشاعرنا الحقيقية ومشاعرنا الداخلية. ولما بنيجي نتكلم عن السيد رئيس الجمهورية بنحتكم إليه لما مثل هذه الأزمات تتفجر أو تكبر بهذا الشكل وبهذا الأمر. فأرجو أن كل الناس تفهم أنه مجلس نقابة الصحفيين معني بحماية هذه المهنة ومعني بحماية كرامة هذه المهنة ومعني بحماية كبرياء كل الصحفيين اللي موجودين وأن احنا الطرف المعتدى عليه في هذه الأزمة ومش احنا اللي بادرنا بافتعال هذه الأزمة. أستاذ خالد يعني أنا أحب أختم باللي حضرتك بدأت بيه أن احنا كلنا أولاد هذا البلد وكلنا حريصين على مصلحة هذا البلد. يا ريت يصل بس هذا الانطباع لكل الناس لانه في ضحيه في المساله في من وقع عليه الاعتداء وهو نقابه الصحفيين. الحقيقه انه رفع الاعتداء ليس امرا مستعصيا وليس امرا مستحيلا بل هو مساله انا شايف انها سهله وما هي صعبه توضع الامور في نصابها الصحيح. المساله من السهل جدا حلها وايدينا ممدوده لحل هذه المساله وفي اسرع وقت لان احنا حريصين على أنه هذه الدولة في أوضاعها الإقليمية الحالية وفي أوضاعها الداخلية الحالية لا تنشغل كثيرا بقضية من أبنائها اللي هم من المفترض أن تبقى يديهم في يدين بعض لمواجهة المشاكل التي تواجه هذه الدولة. عظيم. أنا شايف أن دي يمكن رسالة مهمة جدا نختتم بها حلقتنا النهاردة. احنا هنستكمل بكرة إن شاء الله الكلام في الموضوع لأن احنا بنقول احنا طرحنا حل أن الحل قد يكون من عند مجلس النواب أو زي ما طرحوا الضيوف الكرام الحل ممكن يكون من عند الدولة وإن هم مستقبلين لأي من هذه الحلول. فبالتالي اللي أنا بس عايز أقوله في الأخ خالص يعني كلنا كده على بعضنا كلنا في الشوية اللي فاتوا دول في الشوية اللي بيحصلوا دول عايزين نقول أسفين يا مصر على إن احنا يعني ما عملناش كل اللي كنا مفروض نعمله عشانك في التوقيت ده. فالوقت ما فاتش نقدر إن احنا فعلاً نعمل كده ونتحرك وناخد البلد ونجري بيها لقدام عشان بجد ما عندناش وقت. بشكر ضيوفي الكرام بشكر السيد نقيب الصحفيين الاستاذ يحيى الله شكرا لحضرتك شرفتنا وبشكر الاستاذ كارم محمود رئيس لجنه التشريعات في نقابه الصحفيين شكرا لحضرتك نورتنا وبشكر الاستاذ خالد ميري وكيل نقابه الصحفيين ورئيس لجنه القيد شكرا لحضرتك والاستاذ محمد شبانه امين صندوق نقابه الصحفيين شكرا لحضرتك بشكركم ونلتقي بكره على خير وتصبحوا على خير.